صباح لبنان وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بهالاسبوع يلي البعض منهم عم بيتابع فرصته والبعض الاخر رجع لشغله ولو حتى لفتره صغيره قبل راس السنه على امل انه تكون الاوراق عم تنخلط مثل ما لازم لحتى نعمل جردتنا ونصفي حساباتنا بختام هالسنه لحتى نقلع ب 2015 مثمره 2015 متجددة. يعني مثل ما محمد علي أقجا ختم هالسنة بزيارة ضريح البابا القديس بابا يوحنا بولس الثاني من بعد 31 سنة على محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني بساحة روما، رجع وقدم ورود لضريحه وكان طلب أيضا أنه يقابل البابا فرانسيس، ولكن ما تم يعني هاللقاء لما زار البابا فرانسيس تركيا مؤخرا. فعلى أمل أنه نتعلم يعني حتى الأشخاص يلي عندهم أخطاء بحياتهم ممكن يرتدوا وممكن يغيروا مسارهم، فولا مرة الحظ والحياة هيك تعطينا وقت، إنما دايما في هيك أشاير صغيرة لحتى نغير مسارنا بالحياة. It's never too late. على حال صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح لبنان وصباح الخير لرنا، شو أخبارك؟ صباح الخير شادي، الحمد لله كتير منيحة. يعني مثل ما قلت بداية جديدة وبداية نهاية كمان بنفس الوقت. كتير من الأشخاص اللي موجودين بالبيوت بعدهم مفرطين، خاصة مع فرصة المدارس والجامعات. كتير من الأشخاص اللي رجعوا على شغلهم مثل ما قلت كمان لفترة قصيرة قبل ما يرجعوا ياخدوا الفرصة الثانية، ولكن الحلو بهيدي الفترة التحضيرات ما بين العيدين والتحضيرات لرأس السنة، جردة حسابات نعملها بكيف كانت سنتنا ببداية العام، شو قررنا نعمل وشو قدرنا نحقق من هيدا الشيء. طبعا يمكن مش دايما نحن بحاجة لفترة زمنية تحد طموحاتنا أو أحلامنا، بس حلو يعني يكون في هيك بيت ستوب معينة خلينا ناخد نفس نرجع ننطلق من أول وجديد. فيمكن بعد شي 3 أيام بس بتفصلنا عن بداية العام الجديد، فمن هون دعوة لكل الأشخاص يشوفوا أو يتذكروا شو قرروا يعملوا ببداية العام 2014، شو قدروا يحققوا من يلي عملوه، وشو اللي حابين يغيروه بال 2015، شو اللي حابين يضيفوه لحياتهم بهيدا السنة. تعرفي رنا، بداية السنة يعني مثل ما الواحد بقلك أنه التنين رح بلش سكور أو التنين رح أعمل كذا، فهيدا التنين يلي عم نحكي عنه قرب. إذا عندكم حسابات عبالكم ترجعوا تطرحوها وتخلطوها وتبلشوها من أول وجديد، ما تترددوا أبداً، لأنه هيك دايماً على سنة جديدة الواحد بحط resolutions، بحط أمال، بحط أفكار بده يطبقها. السنة شو صار شيء معك هيك سبيسيال بخلال هالسنة؟ كنت مشارطة 2014 إذا فيها تكون أفضل من 2013 على الصعيد الشخصي. ما كانت يمكن افضل من 2013 بس كانت بموازاتها، وهذا شيء كثير منيح. وكان في كم شغله حطيتهم براسي حب اعملهم وقدرت احققهم الحمد لله. هيدا اهم شغله، يعني الواحد اذا حاطط افكار براسه على القليله اذا ما حققهم يكون على الطريق الصحيح، يعني صوب تحقيقهم على كل حال. مشاهدينا، صباح لبنان مجله صباحيه بنترافق فيها حتى بنهايه العام، بعدنا عم نفلفش بصفحاتها، مجلة يومية منترافق فيها نحن وياكم لحتى نكون على قدر المستطاع نكون عم نلبي كل يلي انتم عبالكم تعرفوه أكتر، ونحن وياكم كمان نتعرف عليه أكتر وأكتر. مثل العادة إلي شديد بداية الفقرات مع الرياضة، ومثل كل نهار تنين جوزيف إبراهيم بيكون جاهز مع فقرة تكنولوجي. بفقرة أجندة لليوم رح نستقبل الكاتب أحمد جمعة لنحكي نحن وياه حول إصداره الجديد. وهون بنوه أنه أحمد عمره بس 13 سنة، وكان لنا لقاءات عديدة قبل بإصدارات سابقة قدمها، بعتقد صار بإصداره السابع أحمد. فرح يكون لنا لقاء معه لنحكي أكثر عن عمله، ويمكن كمان نتعلم من أحمد أنه حتى لو نحن بعمر صغير ما نقول أنه معنا وقت لقدام نبقى نعمل هيدا الشيء، لا، حلو شغلة اللي بنحبها نعملها من نحن من وقت ما نكون قادرين. صحيح، يعني ما نضيع وقت أبدا بحياتنا، life happens fast مثل ما بيقولوا. كمان منتابع بفقراتنا وضيفنا الدائم دكتور جبران أرنعوني بفقرة سانتي، كيف إذا كان الحديث عن ليلة راس السنة، يعني بتخيل دكتور رح يحكي ملاحم بتيبس يلي رح يعطيهم. دكتور صار بالستوديو، صباح الخير.
فتابعونا بها الفقرة يلي صرتوا تنطروها من أسبوع للتاني مع دكتور جبران أرنعون. وبفقرة دارنيار أوفر لليوم رح نستقبل المخرج جينو عون لنحكي نحن وياه أكثر عن آخر أعماله. صحيح، ورنا رح تنضم له الممثلة وفاء طرباي لحتى يحكوا عن العمل يلي طرح مؤخرا وهو عمل اجتماعي بحت. كمان شاف نزار صار جاهز مشاهدينا لحتى يقدم لنا فقرة زاست لليوم. اليوم رح يكون عم يعمل سمك مع لقطين على طريقته هو. والفقرة الأخيرة فقرة الديكور مع مارلين عطية وآخر هيك التفاصيل يلي فينا ناخدها لحتى نحضر شيء مهضوم. حضرنا لنويل، هلا ما لازم بعتقد ما لازم نحضر لنيو يير. أكيد تحضيرات لرأس السنة مع مارلين، ولكن ما بينطلق قطار برنامجنا إلا بطريقة صحية وبطريقة هيلثي. فخلينا ننتقل مع إلي شديد لفقرة فتنس. شكرا لك إلي على كل التبس اللي عطيتنا اياهم حتى نستفيد هيك ونستقبل يمكن السنه الجديده بروحيه جديده وبجسد مثل ما احنا حابين يكون. فان شاء الله يا رب السنه القادمه بتكون سنه خير على الجميع. بعد في 75 ساعه تفصلنا عن عام 2015. كتار منكم يمكن عم يستعدوا لهيدا النهار بطريقه مميزه. اهم شيء انه فعلا نكون عم نستعد نحن نفسيا حتى نستقبل 2015 بطريقه حلوه، بطريقه مميزه، نكون فعلا نضاف من جوا ونضف ومرتبين باخلاقنا، واهم شيء نتكل على ربنا بكل شيء. اكيد الايمان هو اساسي بحياتنا، فصباح الايمان لكم وصباح لبنان. بحيي كل واحد انضم لنا هلا فقره التكنولوجي رح نتابعها سوا انا وياكم والزميل جوزيف ابراهيم. صباح الخير. بونجور بيا. بونجور. انت معيط من هلا ل 2015. انا خلص بلشت. هو مثل ما كنت عم تقول الواحد بده يفوت بالجو كرمال عن جد يحس يعني انه في سنه جديده جايه، ولازم هدول يعني مثل نحدد شو بدنا نعمل بالسنه 2015. مثل ما كان عم بيقول شادي دائما بنقول يلا اول السنه بنبلش فنعمل ليستا ونبلش. انت بلشت من هلا، سبقت الامور وبلشت من هلا قبل ما تقول السنه الجديده. بتعرف التكنولوجي كله متطور، كله عصر لاحق العصر، ما فينا تطور التكنولوجي والا منضل ورا ابدا. شو رح نحكي اليوم؟ بما انه نحن عم نقول سنه جديده وكثير عالم اكثر شيء شو ببلشوا؟ مش بس بالسنه الجديده، كل اول جمعه دايت. مزبوط، هيدا كل اول اسبوع. كل اول اسبوع كل تنين عنا دايت. اليوم بلشنا دايت. لا هلا اكثر شيء بينطروا اول السنه. فانا اليوم رح نحكي عن ابلكيشن بين ثلاث ابلكيشنز. يعني رح نحكي عن ابلكيشن هي مثل بتتبع لنا الويت تبعنا. اوكي، هلا هي الابلكيشن اللي بنزلها على السلولار اللي معنا. مزبوط، على التابلت، على السلولار، على حال اندرويد ديفايس عنا اياه. اسمها مونيتور يور ويت، مثل ما اسمها بيوحي، مونيتور اللي هي راقب، يور ويت وزنك. اوكي، رح نشوفها على السكرين هلا. اوكي، هلا انا هون اوريدي عامل اكزامبل حاتي جوزيف. اوكي، عم نشوف هون مثل تشارت، مثل جدول. حاطين لنا الستارت كنا مبلشين ب 80 كيلو ونص بديسمبر 29 2014. اوكي، ونحن التارجت كان عندنا 76 كيلو فاصلة ونص لمارتش 1 2015. هلا نحن على اي اساس حطينا كل هول الانفورميشن؟ بنفوت على السيتنجز، عم نشوف هون عندنا كذا اسم. هلا انا عامل بروفايل جوزيف وعملت بروفايل توني مثل اكزامبل كمان. اوكي، هلا رح نعمل اد بروفايل اللي هن بيفرجونا نحن كيف بنعبي كل التفاصيل عنا. هن عندنا هلا اهم شيء جوزيف انه ما بيساعدنا حتى نخسر وزن. هي ما بتساعدنا، هي بنراقب وزننا فيها. اوكي، يعني نحن يكون وزننا ستابل. مزبوط، نحن كل فتره وفتره بنفوت على هيدا الابلكيشن وبنزيد الوزن اللي نحن فيه هلا والدات اللي نحن فيها، التاريخ اللي نحن فيه، كرمال نقدر مثل نتابع نحن من شهر كنا هالقد وزننا، بشهر هالقد خسرنا او زدنا وزن. حتى اذا لو زدنا نص كيلو ممكن تعطينا الابلكيشن انه نحن زدنا نص كيلو؟ انت بدك تحطي لها انه زدنا نص كيلو. فهي تقول لك بعدين، يعني يمكن ترجعي لها بعد 3 4 اشهر انه نحن قد ايه كان وزننا بوقتها، تقول لك هي انه كان وزنك هالقد، خسرتي هيك، عليتي هيك. فهون عم نشوف الديتيلز اللي بنفوتهم، التفاصيل عن كل شخص، يعني الاسم، الديت اوف بيرث، انت خلقان، الطول، الميل او فيميل، بادي فريم اذا نحن عراض اذا ضعاف، وبيفرجونا تحت الويت اوبجكتيفز اللي هن نحن لوين بدنا نوصل. يعني نحن هون ستارت ويت بنحطه، ستارت ديت بنحط امتى بلشنا. رح نعطي اكزامبل هون، رح نحط انه نحن 80 ونص. هن بياخذوا كمان بيعملوا مثل كالكوليشن حسب اذا جندر ميل فيميل، رح نحط كمان بيحسبوا الطول وال... مزبوط، بيعملوا الايكويشن كلها والعمر قد ايه كمان ولا ما له دخل كمان العمر. اوكي، يعني هون عم نشوف رح نعطي هيك اكزامبل بسيط. رح نحط انه نحن خلقين بال 86، الهايت تبعنا متر و
70. اوكي اوكي نحن ميل بادي فريم سمول رح نعتبر. اوكي اوكي بلشنا ب 80 كيلو ونص سمول. بلشنا من صغير كثير سمول مش سمول. بلشنا بجولاي ب 19 جولاي 2014 عم نشوف التارجت ويت نحن لوين لازم نوصل. هلا التارجت ويت نحن ما حطيناه، هن حطوا لنا ايه لما نحن حطينا الديتيلز تبعولنا، عملوا لنا كالكوليشن حسبوا قد ايه لازم نوصل بالنسبه لطولنا بالنسبه لعمرنا بالنسبه للبادي تايب تبعنا. لازم يكون وزننا 61 كيلو، يعني لازم نخسر 20 كيلو. بس عطينا لاكتوبر 20 2015، في مده منيحه، يعني عطينا تقريبا من هلا، اذا هلا بلشنا حطينا ستارت ديت من جولاي، يعني عطونا كثير. اوكي وتحت بنحط زياده معلومات اذا نحن بنعمل سبور او ما بنعمل بالمره او بنعمل شوي كمان تساعدنا انه نحن نوصل للتارجت ويت. هلا في طريقه مثاليه، لانه اذا الواحد بيخسر وزن بسرعه بردهم بسرعه، يمكن الواحد يخسر وزن على مهله بحافظ على وزنه بطريقه مناسبه. مزبوط. هلا نحن هون انا حطيت توني، عملنا اكزامبل على توني اللي بلش باوغست 23 يعني ب 23 اوت 2014 تنشوف كيف بتراقب هيدي الابلكيشن الوزن تبعه. هلا حطينا كل فتره وفتره صرنا نزيد الوزن، صرنا ننقص وزن. بنشوف هون بالجراف بس نحط فول بفرجونا نحن كيف لازم نخسر الوزن. أوكي. بفرجونا بالهيستوري، يعني نحن مثلا فيرست داي اوف ذا دايت كان هالقد وزننا. هلا انا رح ارجع فوت على جوزيف كمان تنشوف هون بالجراف بالهيستوري. هلا هون حطيت انا عدت هيك مثل اكزامبلز، حطينا انه بابريل قبل يعني بفبروري 26 2015 صار وزننا هالقد، بجانيوري 2015 وزننا هالقد. تنعطي اكزامبلز نحن كيف فينا نتابع وزننا، منفوت كل ديت بديت وفينا كل يوم نحط نحن وزن ونرجع منشوفهم بالجراف. نحن هون الستاتستكس انه هون علي وزننا، رجع كتير علي، طلعنا فوق لفوق كتير، رجع كتير وطي، وبيحطوا لنا الديت تحت. هيدي الابلكيشن كتير حلوه للي عم يعمل دايت تيراقب وزنه كل فتره وفتره، قد خسر قد زاد قد انا بأكد لك توني ضعيف، لانه انت هلا مبلش ب 2015 وصار عنده 2016. انا هون 2015 بفرق. فهيدي الابلكيشن مونيتور يور ويت ما بتساعدنا نخسر وزن، بس بتساعدنا نراقب وزننا نحن، امتى عم نخسر امتى عم نزيد كل فتره وفتره. أوكي. وهذا شيء كتير مفيد كمان للي بيعمل سبور، يعني كل فتره بنزيد قد ايه زاد السبور، ليه زاد هالقد، وبنقدر نراقب بالجرافس بنراقب بالهيستوري. ثاني ابلكيشن رح نحكي عنها بتهم الاهل كتير، لانه كلنا بنعرف هلا الاولاد كلنا حاملين تابلت، كلنا حاملين تليفونات، وعم ما في برايفسي، ما في برايفسي. هلا في كتير عالم ما بحبوا اولادهم يفوتوا على الانترنت، ما بحبوا اولادهم يستعملوا يمكن ابلكيشنز معينه. عندنا الاب لوك اللي هي شايفينها هون تحت بالشاشه، مثل خزنه محطوط فيها الابلكيشنز. هلا شو هي؟ مثل ما بتحكي الاب لوك، يعني بنعمل مثل تسكير على الابلكيشنز. اول ما نفوت عليها بتطلب منا باسورد. هلا انا حاطط هون 1 2 3 4 الباسورد. اوكي وبتفوت على الابلكيشن. هلا اول ما نفوت على الابلكيشن بحطوا لنا كل شيء عندنا ابلكيشنز موجودين بالتليفون. كل شيء، يعني هون عم نشوف جاليري، جيميل، مسجنج، يعني كل شيء معقول نحن نكون منزلينه على التليفون او من ضمن التليفون بحد ذاته، يعني مش نحن زايدينه. يعني ممكن نفوت على كل ابلكيشن ونعمل لها لوك. مزبوط. يعني نختار الابلكيشن اللي بدنا اياها وبنقول لها اب لوك. مثل ما عم نشوف هون على جنب في عندنا مثل سويتش اون اوف، عندنا القفل مفتوح او مسكر. رح نعمل مثلا، رح نعمل اكزامبل كثير هين للكالكوليتر. اوكي اوكي رح نعمل لها اون هون. هي اكثر شيء بينبسطوا فيها الاولاد الكالكوليتر. مش عارفين شو ناطرهم نحسبات بعدين. بيصيروا يعزوا كذا شغله. هلا هون حطينا صارت زرقاء مثل ما عم نشوف، يعني ضوت الكالكوليتر، يعني صار بدنا الباسورد تنفوت عليها. بنفوت لبرا، بنرجع بنطلع لبرا تنفوت على الكالكوليتر اللي هي هون اول شيء. بفرجونا اول ما نفوت عليها بدنا نحط باسورد. اوكي. بس نحط باسورد اللي هو 1 2 3 4 نقدر نفوت على الكالكوليتر. هيدا اهين باسورد ممكن نحطه. هلا نحن انا حطيت 1 2 3 4 بس يعني ممكن نحافظ نحفظ الباسورد بطريقه انه نرجع وقت بدنا نرجع له نفتح نعمل انلوك نقدر نكون الباسورد عندنا مسيف بطريقه فينا نحن نفوت عليها بكل سهوله. مزبوط. هلا نحن مجرد نعرف الباسورد اكيد ما لازم كل العالم تعرفه، لانه بصيروا فيهم يفوتوا يغيروه. سو نحن اول ما بدنا نغير الباسورد او بدنا نرجع له للباسورد في عندنا السيتنجز الموجودين هون. أوكي. تحت مثل ما عم نشوف عندنا الباسورد لوك اللي هو نحن فينا ننقي اذا بدنا ارقام او اذا بدنا الباترن. أوكي. اللي بنرسمها وبيقولوا لنا انه تايب يور باسورد وري تايب يور باسورد كرمال كونفرميشن. وشو الهنت؟ يعني نحن فينا نحط مثلا اسم شخص. مزبوط. ونحط تحت انه ماي ماذرز نيم، انت دغري بتتذكري اذا نسيتي شو الباسورد تبعك.
وفينا نعمل كمان الباترن. هلا الحلو فيها كمان هيدي الابلكيشن انه ما مش بس ك كابلكيشنز عم نحكي هون، كمان فينا نفوت على السيتنجز. يعني نحن بتعرفي اوقات يمكن بدك تعطي تليفون لابنك بس ما بدك يفوت على الانترنت كواي فاي بشكل عام، فينا نعمل اون اوف للواي فاي. يعني نحن اذا بدنا نعمل اون للبيل سيتنجز للواي فاي بدنا نحط الباسورد، او اذا بدنا نفوت على البلوتوث او على حتى الداتا ال 3 جي او ال 4 جي اللي عنا اياها. يعني هولي كمان بينعزوا كتير، لانه اذا نحن بدنا يلعب ابلكيشن الولد او البنت وما بدنا هن يستعملوا يعملوا اكسس على الانترنت كواي فاي، سو بنعملها اون ما بيقعدوا فيهم يفوتوا حتى يلقطوا انترنت. نحن عم نحكي هون عن السلولير اللي بين ايدينا او التابلت اللي بين ايدينا، بس في حال بدنا نحكي عن بي سي او بدنا نحكي عن لابتوب بيصير غير شيء، بيصير بارنتال كنترول فينا نعملها على يعني بالسيتنجز تبع الانترنت براوزر او الحالة انترنت عم نستعمله بالتليفون. كمان فينا نزيد شغله هون انه نحن عندنا عندنا الفوتو فولت مثلا او الفيديو فولت اللي هن بس نفوت عليهم بنزيد صور هون ما بيقعدوا مبينين بالجاليري، بيصيروا بس مبينين هون او فيديوز. يعني نحن مش قصه هون باسورد، عم نفوت على الابلكيشن ديجا الابلكيشن بدها باسورد تنفوت عليها، بنفوت على الفوت اللي هي خزنه بنشوف الصور اللي عندنا هن ما بدنا يشوفوهم بالجاليري. سو كمان هيدي نوع من السيفتي اكثر. سو هيدي ابلكيشن اب لوك كثير مفيده، وخاصه للي عنده اولاد مع تابلتس اللي بده ما بعرف يخبي شيء بالتليفون وما بده كثير يكون في عنده اكسس على التليفون من غير عالم. سو اب لوك هيدي ثاني ابلكيشن عم نحكي مزبوط. عنها هلا هون بطلنا بالويت وبال صرنا اكثر برايفسي، ما هن كله له وزنه الوزنات موجوده عم كله بيفيد. ثالث ابلكيشن واخر ابلكيشن رح نحكي عنها اليوم هي ترانسليت. هلا ترانسليت كل العالم بتعرف تفوت على جوجل او جوجل تفوت على حيلا ويب سايت وتعمل ترانسليت. هون عم نحكي عن الابلكيشن اللي اسمها جوجل ترانسليت. هلا في كتير تليفونات بيجي فيهم الابلكيشن اللي هي بتترجم لحالها اللي بتكون موجوده، وفي كتير عالم بيستصعبوا الابلكيشنز الموجودين على التليفون. يعني انا بتليفوني ما فيك تعمل ترانسليت، تكتب بجمله ترجم لك اياها بدك تصوري لها تا هي تعرف شو الجمله تترجمها. اوكي بلكي انت ما بتعرف تكتبيها مثلا. ايه اذكى منا طلع تليفون بضحك علينا التليفون بس تعرف شو شغلي، يعني حتى كثير من الاشخاص صارت الامور الحياتيه والتعاطي مع الاخرين حتى اذا كان من بلد مختلف او عنده لغه مختلفه عنا صارت الامور اهون، لانه صرنا بهذه الطريقه عم ممكن نترجم اللغات بطريقه كثير سهله. وحتى يمكن ما بيسبوها 100% بس بضل في الفكره، بتقدر تفهم شو الفكره، وخاصه اذا مسافره على بلد يمكن ما بيحكوا انجلش ما بيحكوا فرنش او ما بيحكوا عربي بتستصعب اوقات. هون بتصير تكتبي لهم اياها تفرجوني اياها او تطلعي لهم اياها بس قبل الوقت يعني هيك شغل جوجل ترانسليت. هيدي ابلكيشن كثير هينه كثير سهله، يمكن اهين ابلكيشن للترانسليت. اول ما نفوت عليها تاتش تو تايب نكتب حاطين فوق اللغه اللي عندنا اياها لشو بدنا نحولها ترانسليت للفرنش. مزبوط نحن حاطين عربيك هون ترانسليت للفرنش، فينا نحط انجلش ترانسليت للعربيك مثلا. هاي فينا نستعملها لبروجيات، فينا نستعملها للجامعه للمدرسه حيلا شيء. هلا حتى لو حطينا بالصيني بترجم لنا شو ما كان شو ما بدك، في عندك كل اللغات هون. داكور ايه فهون تاتش تو تايب رح نحط بالانجلش مثلا رح نكتب جود مورنينج جود مورنينج، بنشوف هون انه جود مورنينج اوكي بيطلعوا لنا بيحطوا لنا صباح جميل صباح الخير، بتنقي الاوبشن اللي بدك اياها اذا حطينا جود مورنينج لبنان بحطوا لنا صباح لبنان. حتى كمان فينا نسمعها فويس كيف تنقال، او نحن نسجلها فويس اذا نحن مثلا ما بنعرف نكتبها بدنا نقولها او حدا يقلنا اياها نحن نترجمها. بتعرف بهذه الطريقه كمان يمكن نكون عم نعلم اولادنا اللغه العربيه الخاطئه بهذه الطريقه، اذا ما كانوا هن على باز اساسيه تعلموا فيها اللغه العربيه السليمه، لانه اكيد مش ممكن يترجموا جود مورنينج يعني لصباح جميل. نحن الابلكيشنز او الويب سايتس اللي بتترجم ما بتترجم 100% مزبوط لانه كل كلمه لها كذا معنى وحسب كمان كيف جايب الجمله، والويب سايت او الابلكيشن ما بتعرف انت شو بدك من الجمله مزبوط. فنحن هون عم نطل يعني عم نلقطها من طرفها للقصه كرمال بس نقدر نحن نخلص حالنا، بس اكيد نحن ما فينا نرجع للابلكيشن بس كرمال نعرف نحن شو بدنا نعمل. يعني يعني هيدي بتعرف شغله كمان بتهون كثير على الحياه العمليه للاشخاص، حتى بيملي دوت كوم بتكتب مثل ما بنكتب نحن بتشات بين بعض بنفس الطريقه باللاترز وبتحوله للعربي، بس هذه مش كثير منيحه بتعرفي ليه؟ لانه بيروح الحرف العربي
ايه ما هلا اهون يعني ما تحط دقة عربي يعني بعد اهون بكثير الدقة هي يملي بعتقد الفكرة منها من الاساس انه اللي ما عنده كيبورد عربي قدامه او ما عنده يمكن كيبورد على التليفون عربي انه يكتب بالانجلش ويحولوا له اياه على العربي مش انه الفكره انه نستهون لانه صار اهين هلا نكتب تايبنج لاتن كله صار اهون هلا مع تطور التكنولوجيا حتى بالمدارس كنا قبل نحفظ التابل دو ملتيبليكاسيون من اول للاخر واذا مش حافظها مزبوط يعني عندك قصاص كبير فهلا صاروا على الكالكولاتريس بيشتغلوا الطلاب وحتى صارت مسموحه بالامتحانات الرسميه يعني شو ما بدك صار مهون قدامك يعني بنلاحق التطور بالنهايه تكنولوجي أنا ماشي نقول عم نستفيد من الناحية الإيجابية من تطور التكنولوجيا طبعاً. ما ناخد الناحية السلبية وما نروح على الإكستريم ما نوصل كتير لبعيد بالتطور شكرا لك جوزيف على هذه الفقرة فدتنا كتير فيها وأكيد ناطرينك بفقرات تالية حتى تفيدنا أكثر بفقرة جديدة تنورنا فيها أكثر على أمور حياتية أسهل مثل ما سهلت لنا إياها اليوم يا أهلا إن شاء الله شكرا رح نتوقف لحظات صغيرة مع الإعلان ورجعين تنتابع صباح لبنان ما تروحوا لبعيد تابعين نحن وياكم مشاهدينا ببرنامجنا طبعا وبكل الفقرات اللي حدنا عملنا لكم اياها لليوم، فقرتنا التاليه رح تكون اجنده وضيفنا الكاتب احمد جمعه. صباح الخير احمد. صباح النور. اهلا وسهلا فيك أهلا معنا ميسي. بالبرنامج، اليوم لقائنا لنحكي اكثر حول اصدارك السابع بعنوان الكليدور، نفوت نحن وياك بتفاصيل اكثر حول هالاصدار باللغه الفرنسيه وعن التوقيع يلي صار بمعرض بيروت العربي الدولي بلبيال طبعا، بدايه كيف كانت اجواء التوقيع وهل تعودت على هالمناسبات؟ يعني بدنا نتعود نكتب بسرعه يعني هي العجقه بتجي مره واحده بعدين نرتاح اكثر اوكي بس كان احتفال حاشد وافتخرت باللي اجوا وانا دائما بفتخر بكل واحد من وطني لبنان بيشرفني على التوقيع حلو بتنبسط بالتوقيع بتنبسط بهاللقاء يلي بيكون مع الناس اللي عم بيقروا لك الكتب هلا هيدا تشجيع لإلي خصوصا رفقاتي بالصف اكيد اجى عدد منيح منهم يعني هيدا اللي فرحني اكثر شيء نعم احمد من عمر 5 سنين نعم بلشت بالكتابه وكان لنا لقاءات حكينا عن اصداراتك بتذكرك كنت كثير صغير وقتها كانت تجي على استوديو وتحكي عن كيف عم تكتب وليه عم تكتب وشو اللي حابب توصله من خلال هالكتابة اليوم بعد 7 إصدارات وبعد يعني تقريبا 10 سنين صرت هيك مقتنع أكتر باللي عم تعمله أو حاسس حالك أنه أنت لأنك بلشت بدك تكفي هلا أنا أول ما بلشت أكتب تأنبسط نعم يعني مرة على مرة كتاب بعد كتاب بلشت أخذ قضايا يعني هي الكتابة 3 شغلات تمرين موهبة والطريقة اللي بدنا نجسد فيها الموهبة والتمرين نعم. بقلب الكتابة هيدا هي من ناحية رغبة يعني بدها رغبة نعم. أي شيء مثل الفيولون بده رغبة تمرين وموهبة أي نعم. موهبة بدها هودي المقومات الموهبة من ناحية انه الصور الشعرية ان كان بالفيولون الاحساس نعم هودي هن المقومات اللي لازم يكون عنا تنكتب نعم هلا من خلال الكتابات انا بجرب وصل فكرة انه ما لازم نستعمل العنف ما لازم دايما نعتمد على ذكائنا يعني اشهر قصة للاطفال هي لو بيتي شابيرون روج ليلى والذئب طيب هيدي القصة فيها جريمتين جريمة انه الذئب اكل الجرامير وانه اجى البشرون قتل الذئب يعني هيدي بترعب الاولاد مش بس تخوفهم خصوصا بيكون عمرهم 4 سنين و5 سنين نعم يعني هيدي قصة منا مناسبة لهم يعني هلا حسب كمان كيف بنخبر القصة نعم
نعم. يعني فينا نقول انه بشرون الى شاسي لولو يعني عرفت بس انه كمان ايه مثل ما عم بتقول يعني في اوقات في اهل بخبروا القصه بطريقه انه قتلوا يعني تخلص منه. نعم يعني عم بقرا لكاتب اسمه اندرسن. نعم كريستيان هانس اندرسن. يعني هو عاده بيكتب للاطفال من خلال ديزني وغيرها من نعم. المحطات بس انا عم بقرا التكست لقيت انه مختلف. يعني هو صح عم يكتب للصغار بس لقيت انه في عبر والروح الثوريه نعم فيها لقصصه. يعني من ناحيه انه الشغله مش ما فيها بشاعه او جمال حسب شو اللي بينشاف. نعم عيد هيك اكتريه القصص بيعملوا لها ادابتاسيون بس التكست الانتجرال التكست الاساسي أساسي. هو في من ناحيه شغله منها للاولاد نعم. الصغار من ناحيه انه نعم. بتخوفهم. من هون بتفضل انه يعني اللي يكتب للصغير يكون صغير بالعمر. نعم. هيدا اللي بدي اوصل له انه الكبار بيكتبوا للصغار بخوفون يعني ما عندهم الستيل تبعهم. ضروري الصغار يكتبوا نعم. للصغار والكبار يكتبوا للكبار نعم. او حتى الكبير يلي بده يكتب للصغار بتكون عن جد عايش روحيه الطفل نعم. ليعرف كيف بده يوصل له نعم. في بين ايدي 6 اصدارات لا بتيت بول بلانش لا جراند بول بلانش ليليفان لوليو ان ريف دان لسباس ليز افانتور دان بوسان افانتور ان امازوني لا كلي دور. شو اللي تغير من لابتيت بول بلانش لحديت لكلي دور؟ الستيل اكيد والرسمات وطريقه الكتابه يعني تطورت مع الموهبه والرغبه والتمرين. التمرين هو القراءه نعم ما يعني وكمان الارتوغراف الجرامير كونجوجيزون هذا اللي متعلمهم بالمدرسه بس من شكل اساسي القراءه. وانا بنصح ابناء المجتمع الصغار بلشوا يقروا وباللغة اللي بدهم اياها مش مهم. يعني هون بيكون في التمرين والموهبة. يعني نعم. اذا ما بدهم يكتبوا ما عندهم الرغبة بيكون عندهم هيدا الباجاج الثقافي والموهبة ما بدها اختصاص ولا بدها شيء كبير عشان ينعمل. يعني واحد اذا ما كان عنده حظ يشتغل في يتبع موهبته بتأمن له حياته اذا من هيدا الناحية نعم. بس هو الموهبة فرح اكتر مما شيء بيربح ماديا او هيك. يعني هو شيء بيفرحنا شيء بيخلينا نمضي وقتنا ما نزهق خصوصا انه هلا نحن شايفين كنا عم نتسلى عم نعمل شيء بيفيدنا بنفس الوقت نعم. خصوصا هلا عم نشوف موجه الايبادات والتليفونات هيد. يعني انا مش عم بطلب من ابناء المجتمع انه ما يكون عندهم اتصال بالعالم نعم. يتفرغوا للقراءة بس هيدا الوقت اللي عم بيقضوه على الفيسبوك على الايبادات والتليفونات يقروا نعم نقسم الوقت نعم. يعني يكون في وقت للتواصل بين بعض ويكون في وقت لنقرأ لنسمع موسيقى لنعمل رياضة. يعني كل حدا طبعا حسب هو شو بيحب بس يكون عم نعمل شيء نعم. يعني ما نكون بس قاعدين قدام هالشيء ما لازم تنحصر أفكارنا بشاشة نعم. صغيرة نعم. أحمد يعني مثل ما قلنا في تطور صار بطريقة كتابتك اللي لاحظته أنه العمر اللي أنت بتكون فيه بالوقت اللي عم تكتب بتكون عم تتوجه لنفس الشريحة من القراء نعم. يعني بعمر 5 سنين كان كتابك موجه للأطفال بعمر 3-4 سنين بعمر 6 سنين عم تكبر أكثر عم بتتوجه للأكبر نعم. يلي بعمرك هيدا أسلوب متبعه بالكتابة. يعني وين أنت بتكون تتوجه لنفس الشريحة العمرية؟ هلأ هيدا مش شيء أساسي إذا ما كان في فرق كبير بالعمر. يعني مثلا فيني أنا عمري 13 سنة أكتب ل9-10 نعم. بس أكبر أو أصغر لا أكثر ما بتفكر ترجع تكتب ل5 سنين مثلا؟ لا لأنه يعني ضيعت الأسلوب تبع ل5 سنين لأنه ل5 سنين ما حدا بيفهمها إلا اللي عمره 5 سنين. يعني صح في الكبار بيكتبوا للي عمره 5 سنين بس تلاقيهم أنه ما في قصة حقيقية ما في موضوع بيكون يعني ما في بنية السرد القصصي شي ما نراتيف فيها بيكون مجرد كلمات عشان يتعلمهم الطفل. فهون بيجي دور اللي عمره 5 سنين
يكتب بطريقة يفهم عليها التاني وكمان يكون إلا مضمون. بس يعني مش كل حدا عنده هيدي الموهبة، ما فينا بس ننطر بهيدا العمر يكتبه. طبعا أيديك في غير مواهب، موسيقى، الرسم، هيدا من وقتها ما هني الصغار كمان فيهم يبلشوا. يعني الرسمة طبعا اللي عم يرسمها واحد عمره 5 سنين ولا ممكن يفهمها واحد كبير، بس بيقول واو. نعم. يعني بس التاني اللي عمره 5 سنين بيعتبرها شغلة كبيرة إذا لقيها حلوة من ناحيته. نعم. عيد هيك الإحساس تبع 5 سنين ما بيتحقق إلا من ناحية حدا عمره 5 سنين. نعم. لك لي دور، قصة فيها كتير أفانتور، فيها كتير أحداث عم بتصير، وعدد صفحاتها مش كتير كبيرة، يعني تقريبا 32 صفحة. بهيدي الطريقة عم بتشجع أكتر اللي من عمرك خاصة إنه يقروا، يعني فينا نقرأ قصة تكون حلوة جامعة كل معطيات الأسلوب القصصي أو السردي بقلبها، ولكن بنفس الوقت تكون صغيرة قصيرة للي ما عنده هيك نفس طويل بالقراءة. نعم. هلأ في نوعين من الناس، النوع اللي بيشوف التانيين وبيجرب يطور حاله، وناس اللي بيشوفهم وبيضل محله. نعم. عيد هيك اللي بيطور حاله هو اللي بيستفيد أكتر شيء، خصوصا إذا كان الكاتب عمره صغير أو هيك. بس يعني اللي بيجرب يطور حاله قد ما في يشوف التانيين وهيك، أنا بحترمه، بحترمه لأنه عنده روح، عنده جلادة، عنده هيك. بس التاني، النوع التاني بيكون بارد، همه بس يتسلى، ما عنده نظرة للمستقبل. عيد هيك هون إلا دور لأكترية من الناس، بس بدك تشوف مين بيقرأ بالأول. يعني أنا يعني بعتقد أنه إذا بنسأل نص العالم شو اسم اللبنانية، شو اسم آخر كتاب قريته، يا ناسي يا ما بيعرف. يعني نحن بالمجتمعنا عم يفقد روح القراءة. نعم. يعني مش من محل كبير بيقدروا يستفيدوا. أول شيء لازم يكونوا من النوع اللي بيطور حاله ومن النوع اللي بيقرأ. عيد هيك دور الإعلام يوصل هيدا المبدأ للأطفال. نعم. أدي تقريباً تاخد معك الكتابة؟ هلا انا اذا بدي اقعد له وما اتفرغ له بدي جمعتين. هيك قصه بدها جمعتين، بس لانه داخل درسي والفيولون كمان وغير اكتيفيتيات. نعم. ضروري دخل، يعني ضروري ضروري بس صفحه على القليله بالنهار، والا بننساها مره لمره، بتطلع مش مترابطه. ونحن فينا بالقصه ما كتير نحط ديتايات بتبطئ الريت وبيبطل يفهم القارئ وين وصل، يعني بيكون بمحل. نعم. بيصير بمحل تاني، بس يمكن مع الوقت تلاقي حالك لا بحاجة انك تفوت بهيدا التفاصيل. هيك في شيء اسمه نوسيون كرونولوجيك. نعم. شيء بيسرع الريت، انه نظرة على المستقبل بالقصة. نعم. شو صار بالماضي، نقطع القصة، نكون بمحل تاني من خلال عبارات بتخلينا نكتشف. يعني كتير من الكتاب الصغار بيكتبوا بيصيروا بمحل بدون يروحوا على محل تاني، فما بيعرفوا كيف. هيدا اللي بيفرق بين الكتابة والتعبير الكتابي، يعني البرودكسون اكريت. نعم. وكتابة الرومان، يعني الموهبة والتمرين والرغبة أساسية لكتابة القصة، بما أنه التعبير كتابي. نعم. البرودكسون أكيد، بس بده عبارات والأسلوب مش ضروري يكون كثير متطور. نعم. 7 إصدارات أحمد باللغة الفرنسية، ما قلت تكتب إصدار جديد باللغة العربية؟ إن شاء الله، هيدي لغة بلدي وبفتخر فيها، بس يعني بسبح باللغة إذا بدي أكتر بالفرنسي، لأن قراءاتي بالفرنسي. نعم. ما كتير بقرأ بالعربي، عيد هيك بيكون عندي لكسيك وعبارات وأفاق أكتر بالفرنسي، أسهل بالنسبة لك. أسهل. نعم. طبعا يعني مثل ما قلنا هالمجهود اللي عم تقوم فيه هو بلشت هواية عندك، أكيد عم تطورها أكتر وأكتر مع مرور الوقت. عندك هوايات تانية غير الكتابة؟ أي العزف على الفيولون. وما رأيت فترة كنت عم برسم على الجرار. ملت معرض فيهم، بس بطل عندي وقت لهيدي الموهبة، فما
رجعت كثير اهتميت فيها. نعم، ركزت أكثر على العزف وعلى الكتابة. أصحابك بالمدرسة، بعتقد سألتك هذا السؤال قبل، قدي كانوا مبسوطين؟ شو شافوا باللي كتبته؟ شو كانت ردة فعلهم؟ بس اليوم بعد 7 إصدارات شو عم بيقولوا لك؟ شو عم يشوفوا بأحمد رفيقهم وبأحمد الكاتب؟ هلا برجع بقول اني بفتخر بالأطفال، أو الأطفال أقل من 12 سنة، الأطفال اللي بيقروا، خصوصا إذا كانوا من زملائي وبيقروا كتاباتي. يعني هيدا هلا بيقروا مجاملة ولا بيقروا لأنه عنجد حابين يقروا الكتاب؟ هلا البعض هيك والبعض هيك، بس بتمنى ما يصيروا يقروا تيستفيدوا، مش يقروا لأنه للكاتب الفلاني. نعم. أو لا هيدا لا يرضوا. هلا نعم. أكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق أحمد. بنعرف قد ايه انت نشيط وقد ايه انت عم تشتغل وقد ايه عن جد حابب يلي عم تعمله، وموفق بكل الخطوات يلي عم تقوم فيها. عم تحضر لكتاب جديد هلا؟ ايه، عندي الافكار براسي، هو اسهل شيء تطبيقه على الورق. نعم. بس المضمون هو صعب نكتشفه، لانه ما حدا بيخترع فكره. نعم. كله بيكتشف. يعني لو اخترع بيرسوناج، لو اخترع قصه، بيكون الفكرة مكتشفة. عيد هيك هي هيدي أصعب شيء. أصعب نقطة. أدي وجود أهلك حدك، خصوصي والدك، ساعدك يعني لحتى يمكن أكيد شجعك بالبداية إنه تنشر، إنه يكون في حدا حدك لحتى تنطلق بهالكتابات؟ يعني بالأساس أول قصة ما فينا بنقول عنا قصة، يعني صح كتاب. نعم. كتاب، بس الأهل اللي خلوني بلش من خلال رسماتي، كنت أرسم أنا وصغير وكتابات بسيطة. نعم. عملوا كتاب. تاني قصة بلشت تتكون منيح، ويعني فينا نقول هني حطوني على السكة. يعني لو بلشت تتكون شخصيتك كمان مع الكتابة. عيد هيك دور الأهل أساسي عشان يكتشفوا موهبة أولادهم ويطوروها. يعني أنا لو وجود أهلي ما كنت وصلت على اللي أنا فيه هلأ. تحية لأهلك طبعا. نعم. ولكل الأهل بيركزوا على المواهب يلي عند أولادهم وبيطلعوا منهم شيء وبيشجعوهم أنه هني كفوا فيها لو شو ما كانت الموهبة. أحمد أنا بشكرك كتير على حضورك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق بكل الخطوات يلي عم بتقوم فيها، أكانت بالكتابة أو بغير نقاط بحياتك. طبعا بدنا هيك نرجع نشير لأهمية أيضا المدرسة، الأساتذة، أصحابك بالصف، كل الأشخاص اللي كانوا حدك ودعموك، لأنه كلمة واحدة بتشجع الشخص أو كلمة بتهدم كل الشيء حواليه بتخليه قاعد محله. نعم. حابب أقول كلمة أخيرة. تفضل. بدي أتشكر تلفزيون لبنان اللي واكبني من وقت ما أنا صغير، وقت ما عمري 5 سنين، وده شكرك أنت رنا، وهيدا تلفزيون محترم. شكرا لك. دايما بيهتم بالفنون، بيهتم بالمواهب، وحابب أتشكره مرة تانية. وجباتنا أكيد أحمد، رح نضل متابعينك بكل جديد رح يكون بين إيدينا. موفق إن شاء الله أكيد، ونحن ناطرينك بإصدارات جديدة. أهلا وسهلا فيك. من فقرة أجندة مشاهدينا رح نروح نحن وياكم لفاصل قصير، من بعدها رح نكفي بقية برامجنا أو بقية فقراتنا المقررة ببرنامجنا لليوم، فخليكم معنا. من أجواء العيد متابعين معكم، وخاصة إدمين على سنة جديدة عام 2015. بعد يومين رح نحتفل نحن وياكم بهيدا النهار. فعلا النهار رح يكون مميز، وخاصة رح يكون مميز أكثر إذا عرفنا نحافظ على سلامتنا ونعرف نتوقع كيف نشرب، كيف نظهر، كيف نتدفى مزبوط، كيف ما يشبقنا الهواء. كل هالأمور رح نتبعها نحن وياكم مع دكتور جبران قرنقوني، اختصاصي بالإسعاف الميداني، إدارة وطب الكوارث. منتابع.
صباح الخير وينعاد عليك. صباح النور وعليك. يعني ان شاء الله تكون سنه خير لكل الناس. ان شاء الله يا رب، يعني تكون هالسنه فعلا السنه مثل ما بيقولوا دائما، مثل كل سنه بنسمع دائما حوادث السير هي اللي احتلت الحيز الاكبر بحياه العالم، فان شاء الله يا رب ما بتكون عم نسجل هيدي السنه ابدا اي حادثه من هيدا النوع، لانه لازم نتوقع من هيدا الموضوع ونعرف شو نشرب ليله راس السنه، ونعرف اذا كنا متقلين شرب منسوق، نعرف كيف نسوق اذا بدنا نسوق. وانا بحب اقول لك، بس انا قبل ما اكون بدومين عملي اللي هو هلا السيفتي والديزاستر، انا قضيت 23 سنه صليب احمر، وبتاسف اقول انه اكيد كل الشباب الصليب الاحمر اللي كانوا معي واللي قبلي واللي بعدي هلا واللي موجودين حاليا بيعرفوا انه راس السنه هي اكثر ليله بيبقى فيها كميات حوادث بشكل مخيف. يعني بتذكر مره حادثه ما بنسيها، اني انا شلت مره شب رفيقي وما عرفت لبعد 24 ساعه انه هذا رفيقي، ومع ذلك بقولها لانه ربنا اللي بيعطي نعمه يمكن بالحياه لازم الانسان يعرف يحافظ عليها. بتذكر يومتها كان الحادث، سياره صارت ديكابوتاج، علفت كوع واقف كميون على جهه الشمال، مسرعين هن ثلاث شباب بالسياره، بتنزل السياره تحت الكميون بيروح سطحها كلها، اثنين اللي قدام اللي موجودين واحد منهم بيطير لبرا، الثاني بيطير جمجمته، اللي ورا بتكبوا السياره برا. اللي منشلنا الاصابات اثنين اللي بينوا علينا انه ممكن يعيشوا، هن كانوا اثنين اللي قاعد حد الشوفير واللي ورا. لما وصلت على الثالث من بعد ما نقلنا على مستشفى البترون، نحن بالبترون صارت، برجع انا عم باخذ الاصابه الثالثه اللي شفته انه ميت، طلبت من الشباب اللي معي بالفريق ان يعطونا كيس الجثث مشان نكيسه. هلا الهام بيقول لي انه لا اشتغل فيه، جمجمه طايره بقى بدون ما بالنخاع سكرته وبعته. المهم انه هلا الشاب يحو بامريكا عايش بقطر بالاحرى هلا صار، وعنده اولاد، وربنا كتب له حياه جديده مع انه كان اعجوب اللي صارت، يعني اكيد مش انا، ربنا حط له يمكن عطى نعمه الحياه وردها. كان ميت كليا، ضغطه كان ثلاثه يمكن، نزيف بخوف، ما في شيء باقي منه على قيد الحياه، بعده لهلا بس معلم انه في عنده شق براسه، بيعرج نطفه صغيره كشكال بقيت من بعد الحادث، بالوقت كنت نحن عم نكيسه بكيس جثث لانه كان محكوم عليه انه ميت كليا. يعني نشكر الله هيدي النعمه. هي نعمه، انا بقول لازم يعرفوا الشباب خصوصا الشباب انه مش موضوع سهر وعيد وكل يوم فينا نسهر وكل يوم فينا نظهر، بقى في اهل ناطريننا وفي اولاد ناطريننا اذا كنا بيات واذا كنا امات. هذا اللي بدي اقوله، حياتنا مش ملكنا. نحن بنعرف قيمتها هيدي النعم، بنقول ربنا نعم علي رزقك. بس ما بننسى ان ربنا نعم علينا بالنظر، نعم علينا ان نمشي، ياما في مكرسحين بيتمنوا يمشوا مثل ما نحن عم نمشي، وعميان بيتمنوا يقشعوا مثل ما نحن عم نقشع. بقى لما بيكون في عندنا هودي النعم لازم نحافظ عليهم، لانه في ناس ناطريننا تنستفيدوا من نعمنا مش نحن نكملوا حياتنا. ومن هون انا بقول حتى ما حدا يطير راسه بهيدا النهار، هو الوعي والادراك اساسي بهيدي النقطه، حتى نعرف كيف نحافظ على سلامتنا، نعرف كيف نختار الطريق الصحيح اللي بدنا نمشي عليها، وخاصه بالسواقه، لانه اذا كنا عم نشرب ومتقلين شرب قد ما فينا، اذا كنا حاسين حالنا تعبانين بدنا ننام مطرح ما نحن ننام، مش انه نسوق او نطلب تاكسي. وهذا بس تاكد لك، هلا لبنان 2014 سكرت على تقريبا 1000 قتيل حوادث السير، بمعدل 3 قتلك اليوم بلبنان بسنة 2014، ورقم هيوج كتير وبخوف، رغم كل حملات التوعية اللي بتعملها كل الجمعيات والمعنية بالموضوع اللي نحن نعرفها، رغم كل الإرشادات اللي عم بتصير يمكن مثلنا وأنا عندي جمعية وكل الجمعيات المشهورة بهالدومين هذا، رغم كل هيدا وقوانين السير بلبنان مسكر على 3 قتلة بالنهار خلال سنة 2014، وهذا رقم بخوف وعدة إذا في حد منا جرحه. طيب شو الوقاية الأساسية اللي بتنصح فيها كل اللي عم بيتابعونا حتى نتفادى حادث سير ليلة راس السنة؟ خلينا نبلش بالبداية، هي بتبلش مش بروحتنا على محل ما رايحين نسهر، هي من طلعتنا من هنيك. مواضيع هي مستهلكة صارت، يعني أنا اللي رح أقوله منه شي جديد بس لازم نضل نذكر فيها. نحن عم نعمل ريفيو لعام 2014 يعني كل يعني كل 2015 بطريقة بوزيتيف ونكون فعلا مرتاحين. مزبوط، يعني مش هيك الارشادات، هي ارشادات سبق وحكيناها بحلقات سابقه راح اجمعها تقريبا بالاشياء المختصة هالليله هيدي. اول شيء لازم نتذكر انه نحن لما نفوت على مكان سهر تقريبا نحن ببلش سهرتنا على 11، يمكن الليل ببلشوا قبل على 11 11 ونص وبيضلوا لوجه الصبح. هون مخاطرها بالبدايه انه اذا كانت بكره ليله شتاء يمكن تكون ليله شتاء، او حسب وين ما كان سهرنا، اذا كنا بجبال او على الساحل تحت في مي فوق في جليد على الطرقات، لازم نتذكر دائما انه نحن وطالعين من محل ما بنكون سهرانين بنكون شربانين. هون يلي كل دائما نحكي فيها انه دائما لازم يكون في حدا منه شارب، وهيدي رح تكون صعبه كثير يمكن بهيك ليله، انما يكون على الاقل انه شخص اقل شيء بيشرب، او شخص معروف عنه انه اركز من غيره بالسواقه، او بيقدر يضل واعي اكثر، او بيقدر يضل مسيطر على اعصابه اكثر. واي مره طلعنا من المكان اللي كنا موجودين فيه ولقينا حالنا على الطريق انعسنا
ضيقنا نوقف، ما في مشكله اذا وقفنا، احسن انه نوصل لمأخرين انه ما نوصل نهائيا على بيوتنا. بقى ضروري هي نتذكرها. نتذكر شغله ثانيه، انه الشرب لازم يكون سابقه اكل، لانه لما ما بتكوني عم تاكلي وعم تشربي على الحل، خصوصا اذا ترافق معك كمان رقص، بتكون المعده مخضوضه اكثر، الكحول بيطلع اكثر، بيتبخر على الدماغ، بسبب حاله افراس اكثر، حاله سكر اكثر، اختلال اكثر، وقله التركيز اكثر. بقى ضروري هون نذكر انه نكون اكلين 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 وبعدين نشرب. واي مره قبل ما نطلع الافضل نكون مريحين حالنا كمان ساعه زمان قبل ما نبلش نقرر نسوق، ونشرب مي قبل ما نطلع. يعني شرب المي بكميات وافره، يعني اذا فيني اشرب 3 كبايات مي قبل ما اطلع من المكان اللي انا سهران فيه، بتساعد شوي انها تعمل ترطيب بالعضلات، بترجع بتشجع او بتقوي شوي عضلات النظر، بتخليني شوي اعمل كنترول على عضلات ايدي وعلى عضلات جسمي، بقدر اكون مسيطر اكثر انا والسايق. يكون هذا بعد الشرب، وقبل ما نظهر تقريبا ساعه نكون عم نشرب كميات مي بالنهايه. هلا في ناس ما تتقبل تشرب مي من بعد الكحول، في ناس بتاخذ مي غازيه، هيدا شيء مسموح؟ المياه الغازية ما بتنفع، لأنه أول شيء بتصيد العطش زيادة، ومن بتروي مثل ما بتعمل الماي. الماي سبحان الله ماء الحياة، يعني إلى مواصفاتها وتركيبتها يلي هي الأساس بعملية غسل المعدة، وتقريبا أن إذا بدرجع أقول رطب الخلايا منه الخلايا دماغ. أوكي. مش هي ذاتها مفعول المشروبات الغازية أو المشروبات المنشطة. وهون برجع بلفت النظر كمان بحلقة الماضي حكينا عنها، هلأ عم برجع عيدها لأنه ليلة رأس السنة، ممنوع دمج أو خلط المياه المنشطة، عفوا المشروبات المنشطة مع الكحول، لأنه بترفع درجة مفعولها تريبل الحالة اللي هي فيها. وسبق وقلناها كمان الأسبوع الماضي أنه الكافيين الموجود بقلب المشروبات المنشطة يلي هو الحد الأدنى مفروض يكون 70 جرام، نحن عم بيكون 80. إذا شربنا أنيتين أو ثلاثة يعني رحنا بدرجة ضياع من الكافيين، ممكن أثر على خلايا الدماغ ويستنفر خلايا الدماغ ويضعفنا تركيزنا خلال الكلية. حتى ممكن ذكرت بحلقات سابقة ممكن يؤدي لجلطات. جلطات صحيح، هي اللي قلت ليها مزبوط حكيناها تحت الهواء كمان. هون بذكر انه قبل ما نطلع من البيوت، ان كنا سهرانين بمطعم او كنا سهرانين عند اصحابنا ودفيانين وقاعدين على الشوفاج على السوبيا اللي بدك اي وسيله تدفئه، نوقف ربع ساعه قبل ما نطلع من هالبيت او من هالمطعم هذا كمان نشرب مي، لانه المي بتنزل درجه حراره الجسم، لانه لما تكون حرارتنا مرتفعه ونطلع لبرا مناخ مسقع جدا ممكن يعمل انقباض بعضلات الدماغ بالاوعيه الدمويه ويسبب فلج. ونحن بنعرف حتى بنقولها بالحياه اليوميه انه اللي بيكون عم ياخذ دوش اجمالا اللي بياخذ دوش الصبح بيروحوا على اشغالهم، ما تتحمموا مي سخنه وتروحوا تنشروا المنشفه برا على البلكون وتروحوا على شغلكم. ياما في اوقات بصير معنا اوقات وجع راس، بيكون ربنا بيحبنا ما وصلت لما تكون فالج. بقى ضروري ننتبه لفرق الحراره، ان كنا سهرانين عند ناس او ان كنا طالعين من مطعم، شربوا مي ووقفوا بمكان ما بين المكانين، يعني لا تكون صرت برا ولا كنت بعدني حد الدفايه، كون بعيد شوي مشان حراره جسمك تتعدل، طالما نطلع لبرا ما اتعرض لصفقات هواء قد تؤدي الى جلطات دماغيه وانفجار دماغ. وحتى بهذه الطريقه لازم كمان نعرف لما نظهر لبرا في معنا يا فولار يا شابو حتى نضفي راسنا وندفي جسمنا، لانه بهذه الطريقه ممكن يسفقنا الهواء ويتقدم مثل ما حضرتك قلت لجلطات. وهون كمان كلمتك بمحلك اتذكر فيها، اي مره تعرضنا لحالات بروده، وهون انا بحب اذكر دائما بقول لهم يلي بده يدفى، لكن نقولها بايام الثلج العاديه، ما بنستعمل كحول نحن وسيله تدفئه، لانه بنعطي يا نشويات يا سكريات مشان نتدفى، لانه الكحول بتروح على الاطراف على الايدين وعلى الاجرين، بنشوف الشخص وجهه احمر وبتتبخر بسرعه بتعمل بروده اسرع وزياده. هون بنقول نحن دائما اي مره شفنا حدا معنا ولد او شخص كبير بلش برديه كثير قويه يلي بنسميها هايبوثيرميا، يعني قشط حرارته لدرجه 35 درجه اجمالا بتصير، هون بنذكر وسيله التدفئه الاساسيه ان نغطي البادي كور. البادي كور نقصد فيها هن الدماغ والرقبه والصدر، يعني ما بنغطي الايدين والاجرين، لازم يسمعوها كثير منيح. تغطيه الايدين والاجرين بتخلي الدم البارد يلي بيكون موجود بهالاطراف، لما انا بغطي وبعزل الهواء الخارجي بتروح لجهه النص، ممكن تعمل هارت فيلر، تعمل مشاكل قلب، ممكن تعمل صدمه قلبيه. مشان هيك لما نغطي بنركز نحط شابوه على الراس ونغطي الدينان، لان اكثر مناطق تبخر الحراره لبرا، فبنغطي الدينان بنغطي الراس بالشابوه بنغطي صدرنا اذا ما معنا شيء طويل، بس مش مهم الاطراف ايدين والاجرين، هوديك اهم. في حال كنا بمكان سقع كثير وانقطعت فينا السياره، دائما نحن بنذكر كل اللي عم بيتابعونا انه يكونوا سياراتهم في حاله العين صوب الاماكن الجبليه تكون مجهزه بسلاسل حديديه معدنيه، اوكي، فمفروض سياراتهم تكون مجهزه بهالامور، يكون معهم كل الطوارئ في حال صار في اي كارثه معهم، يعني الشنطه تبع الاسعافات تكون موجوده معهم. مزبوط، هيدي حكيناها كمان حلقه هلا عم نعمل ريفيو لها،
لازم يكون معنا اذا طالعين ان شاء الله ما يكون في ثلج. يعني بعد بلبنان ما في ثلج هالفتره مثل ما كان قبل، بس بعد بالمناطق الجبليه العاليه اذا سهرانين بشاليات بفرية يمكن يكون فيه. لازم نتذكر دائما يكون معنا قبل كابل للقطر اذا انزربنا، اذا شي مره تسكرت علينا الطريق 100% يعني ثلج، ولازم بيحطوا اجمالا هيدا متعارف عليها عالميا، بيحطوا قطعه قماش فولار كشنيل احمر يمكن او شيء ملون على انطين السياره تفرق الانقاذ بالليل اكثر لون ببين علينا اذا نحن كنا واصلين عم نعمل عمليات انقاذ من خلال الثلج. لازم يكون معنا تورش او بيل بالايد نضوي فيها. وبرا قلتها كمان انه اللي بينزرب بالثلج لوقت شوي طويل اذا معه حدا بياخذ ادويه مزمنه كرونيك مفروض يكون معه الدواء. وقلت شغله كثير مهمه انه نحن قاعدين بقلب السياره لازم نضل كل شوي نحرك ايدينا واجرينا مشان ما يصير معنا تجمد بمفاصلنا. هذا اللي بدي اوصل له، في حصل في تجمد بال هون. اول شيء لازم نضلوا يحركوا ايدينا واجرينا، نحرك صبينا، نعمل حركات رياضيه ليونيه للاجرين، نخبط ايدينا باجرينا بالارض. وكمان شغله قلناها قبل من زمان نذكر فيها، اي شيء لابسينه باجرنا شدد لنا على اجرينا من رخيه، يعني اذا لابسين جزمات لابسين بوط بشريط من رخيه الدوره الدمويه توصل على كل الاطراف، ما يصير في عندنا تجمد بالاطراف بالصبيع وبالايدين وبالاجرين. وذكرنا بشغله قلناها اذا كانت عم تثلج، هلا معلش خلينا نقولها بالمناسبه، ذكرنا مره قلنا كمان مش لازم يوصل الثلج للعادم او لمستوى الاشافمون تبع السياره. أوكي. لانه اذا غطى على الاشافمون بيعمل رتور للسي او 2 بقلب السياره. أوكي. مشان هيك اذا كمان زياده ناخذ احتياطات اكثر، فينا نحن قاعدين بالسياره مزروبين اذا الهواء من جهه الشوفير بنشق شباك لجهه الحد الشوفير تضل في تهويه، اذا صار في رتور للسي او 2 بقلب السياره ونحن عم نعمل تهويه للسياره بطريقه ثانيه من جهه ثانيه. وقد ايه صحيح انه بيقولوا لك اذا حسيت حالك مسقع كثير او ايديك مجمدين فرقن او فرطمه تبع الايدين، قد ايه صحيح هيدا الشيء؟ بالانجليزي بنقولها فروست بايت يلي هي حالات التجليد بتصير بالايدين وبالاجرين، هيدي بدها تاخذ بس وقت اكثر، يعني بيكون انا انزربت 4-5 ساعات وما حدا عم يوصل لعندي ومني قريب على بيوت. يعني هون نحن بنقول نحن ما نترك السيارات ونخاطر نمشي اذا منطقه ما بنعرفها. بقى هون بنقول دائما اذا انزربنا وكان في وقت طويل كثير، هل يمكن ما تصلح يمكن لراس السنه بس تصلح بشكل عام للثلج. لازم نذكر انه هيدي المرحله الفروست بايت بتمرق بثلاث مراحل، ابشعها هي والاخير الغرغرينا من الا او الجونغرام. في مرحلتين قبل مرحله التخدير بحس الشخص صبيه عم بينملوا، يعني هي بدايه ببلشوا ايديه يسقعوا، ببلش الدم ما يوصل على طرف الصبي عم بيرجع لورا، هون بنسمح له يفرك ايديه ببعضهم، بنغطي الجسم، اذا في ثياب مرطبه مفروض نشلحوا اياهم لبسوا شيء ثاني، وبننصح هون دائما نحن طالعين على اماكن سقعه، اذا طالعين بكره نسهر بفريا تنفذ او باللقلوق او حيلا محل، نلبس طبقتين ثياب، هيك بنقدر نحن نبرمج حالنا مع الوضع اللي احنا وصلنا له، يعني ما بنلبس فرد مره كنزات ثقيله مفقود فيها نقلعها بتصير كلها مي، بنلبس شيء رقيق شيء اسمك منه فالهواء يضل يلعب بين الطبقتين، ضل مريحين كمان الكلسات بنلبس جوزين كلسات رقيق وسميك، تضل اذا عرقت اجرنا ما تعملنا مشاكل تجميد باجرينا. هون بنقول نحن لما بنصير بحاله الخدر بحق لنا نفرك الايدين وناكل سكريات، لما بنصير بحاله فقدان الاحساس بالاطراف وبعض الاحيان توصل لدرجه ان نعمل جلال مي وما بننتبه له ان كان بصبيع اجرينا او كان بايدينا اذا لابسين كفوف. هون نحن بننصح مش بالكفوف الكفوف، بننصح بالكفوف الطويله اللي بتوصل لهون، تنقط كل الايدين مع المفصل الكوع مشان تدفي اكثر الاطراف. في حال وصلنا هاي المرحله ممنوع بقى فرك الايدين، ممنوع اذا وصلنا على البيت نحط الايدين بمي سخنه كليا لانها بتعمل رده فعل عكسيه وبتهري الخلايا. هون بنعمله نحن بنشد نعطي شاي وسكر شوكولا اللي بدك اياه، نشويات سكريات تعطي حراره داخليه، انما فرك الاطراف ووضعها بايدين بالمي السخنه نهائيا ممنوعه بمرحله الثانيه اللي هي مرحله مش الخضر، مرحله الفروست بايت المضبوطه او فقدان الاحساس الكلي. أوكي. اللي حتى بدين عندنا فقاعات مي بايدينا وباجرينا ممكن ساعتها تصير مشكله خطره، هون بدها علاج او تدفئه بالمستشفيات ومراجعه مستشفى او طبيب. بما انك ذكرت فريا وخاصه اذا كنا ليله راس السنه طالعين نجتمع مع العائله قاعدين حد الشاميناه ومتدفين مضبوط، قد ايه عم نشوي ان كان كستنا او عم نشوي كستنا مش من بيض حاطين لانتي بعيوننا، يعني قد ايه مسموح انه نحن نقرب من النار وقد ايه ممكن تكون مؤذيه هالنار بالنسبه للي لابس لانتي؟ هيدي حكيناها كمان الاسبوع الماضي عم نجدد هلا لانه كمان هودي مواسمهم هلا، بنكون كلياتنا قاعدين سهرانين وقاعدين بالغرفه مسكرينها، في عندنا خطرين بيصيروا، اللي قاعدين سهرانين بالغرفه لازم ينتبهوا من شغلتين او ثلاثه. الشغلة الأولى هي قصص بيحطوا لانسز حكينا عنها، أنه أي مرة اقتربنا على مسافة أقل من متر على أي مصدر حرارة إن كان باربيكيو بالصيف أو بالشتاء هلأ عم نشوي بطاطا ممكن تؤدي إلى احتراق لللانسز أو ارتفاع بالأحرى درجة حرارتها واحتراق قرنية العين والعين كليا. بقى مفروض هون ننتبه يا نشيلها يا نحن ما نقرب نعمل ما نقرب نشتغل هالطريقة. الخطر الثاني اللي عندنا هي هلأ بسهرات راس السنة بتصير كتير، قاعدين بغرف مغلقة نحن ممكن اندمجنا بالجو ونسينا حالنا عم نشرب وناكل ومسكرين،
قعد اربع خمس اشخاص سهرانين او العائله سهرانه كلياتها، نسبه الاكسجين بقلب الغرفه نزلت، اذا خصوصا في حد مني مصدر حراره دفايه كهرباء او فحم بقى ممكن الديجاجمان عم يطلع من السي او 2 يتحول لديجاجمان سي او مونوكسيد الكربون، بلشنا نحس حالنا عم ندوخ نعس تعب، يعني بلشنا عم نعمل شيء بنسميه نحن بالعربي التفحيم. نعم. بقى ياما في ناس السنه الماضيه واللي قبلها واللي قبلها الصليب الاحمر والدفاع المدني نقلوا حالات ناس ميته من وراء تفحيم بغرفه مسكره، في حال نعمل تهويه دائما للغرفه او نطلع يعني لازم نهول غرفه او شباك، شباك او باب، لو مش شباك باب يعني باب داخلي بقلب البيت، كل قد ايه فتره لازم نفتح شباك او باب؟ يعني في حال فتحنا عم بقول اذا ما بدي افتح شباك ما افتح شباك، بس الباب في نظام فتحه كل الوقت، يعني قد ما كانت الغرفه ما راح هالقد، اذا البيت مغلق كليا الاكسجين بقلب الاوض كافي انه يامن لي سهره طويله، بس مش غرفه وحده صغيره وكل الناس كل العائله قاعده فيها، هذا اللي عم نحكي عنه. والليله تاعت السنه ما بتكمل بلا المفرقعات، يعني كتار بدهم يفرقعوا بدهم يحتفلوا على طريقتهم، وخاصه اذا كان في اولاد معنا، يعني الاهل بيصيروا اوكي بجيب لهم هيدا الفشفش اللي بتبرم انا بعطيهم اياها خليهم ينبسطوا فيها خليهم هن يفرقعوا ويعيدوا كمان. قد ايه خطره انه نسلم ولد هيدا النوع من الفرقع بين ايديه، وقد ايه بنفس الوقت لازم نعرف انه اذا كان موجود حدنا ما يكون في شيء حواليه ممكن يولع بطريقه سهله لحتى نحافظ على سلامتنا وسلامتهم. خليني اسمحي لي مره هنت صغير وارجع فوت على الموضوع. خليني اول شيء اقول انه ليله راس السنه كوني كنت انا احد عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني كمان كنت وبشتغل مع الجيش، خليني اوجه مسبقا تحيه لهالثلاثه كل العناصر الامنيه والجيش والدفاع المدني والصليب الاحمر اللي يحكون اكيبات تركين عيالهم وسهرانين تيامنوا سلامتنا. هون خليني اقول شغله، ما تشغلوا الجيش اللبناني والقوى الامنيه برصاص. هون تفوت على الموضوع، يعني العاب الناريه مسموحه بس نحن عندنا عادات لبنانيه بنحب صوت الرصاص احلى، التوناليتي تبعه احلى على الدينه، بقى مش وقتها لانه الجيش عنده مشاكل وعنده رصاصه ممكن يفهمها بغير محل، هو مش وقتها. بتمنى انه ما نسمع رصاص نهائيا بكل المناطق، بكفينا رصاص، بعم اقول انه عندنا مشاكل اللي ممكن تفهمها من شيء ثاني، بكفينا وبكفينا خطف للجيش اللبناني لعناصر الجيش اللبناني. اذا بتحبوا جيشكم ترجعوا سلمينا اهاليهم، مزبوط، اذا بتحبوا جيشكم ما تخلونا فوتوه بهال تلهوه بهيك اشياء. الالعاب الناريه هلا ممكن ما تكون كثير كبيره، انما في ناس بيحبوا يلعبوا العاب ناريه، هون خليني اقول اللي قاعدين ببيوت حد منا احراش حد منا شجريات ينتبهوا انه كثير بصير في حرايق من وراء العاب ناريه، بتصير اوقات بالاعراس كما بتصير براس السنه، ممكن انا وجهت بتطلع بالونات على جهه حريق على جهه حرش ممكن يولع حرش، بقى تفادوا هيدي الشغلات اذا امكن. هون بالبيوت اذا عندي اولاد انا عم بلعبهم بهودي النجوم ما تحملي ابنك مثلا على صدرك ممكن يحرق لك شعرك، ممكن يكون انا برمجي بالغلط هو حرق الفوتاي حد منه، بقى اي مره سلمنا شهب نار شعله نار لاي ولد لازم يكون عينينا فاتحين 10 10 حد منهم. بقلب البيوت مش كتير مستحسن نطلع على بلكون لبرا، بس بعد ما نكون اخذين احتياطات اكيدة نلعب باي العاب ناريه، بفضل ما نستعمل مفرقعات لانه اوقات بتصير. نقلنا بفتره من فترات انا كنت فيها بالصليب الاحمر نقلنا مره ولد انعطبت عين من ورا استعملوا مفرقعات كبيره، بقى شانسه يمكن اجت بعينه وانعطبت عينه كليا وبعدها لهلا. بقى المفرقعات مش كتير مستحبه، الشعلات اللي بالايد تنتبه لاي شرشف لانه لازم تكون ان كان شمع او ان كان اي مصدر نار لازم يكون بعيد متر عن اي مصدر حراره او اي مصدر حريق مشان ما يسبب حرائق بالبيت. هون برجع بقول شغله يمكن مش كتير بحبوا يسمعوها، انه لازم يكون في اطفائيه بالبيت في حاله تعرضنا، لازم ننتبه انه نطفي دائما يكون في عنا صار عنا حريق لانه بيتنا يمكن سعره اغلى من انيني حق لو حق 20 دولار حسنا. وننتبه للاشجار ودائما بنذكر انه بانه الاشجار بعد موجوده لبعد راس السنه حتى ما بنناوم نترك الاضاءات بالاشجار لانه ممكن تسبب حرائق، وياما في حرائق بتصير بكل سنه بلبنان. الدفاع المدني بيشتغل حرائق بقلب البيوت من وراء تركه المضاءه، احترق الورق المنغاره سبب حريقه بالبيت او بالسجاد. نحن بدنا نحافظ على البيئه عندنا، في مثل بيقول انه من شجره واحده بتعمل 1000 سهم، من 1000 سهم بتعمل 1000 شجره. صحيح. او سهم واحد عفوا بتعمل 1000 شجره. يعني خلينا قد ما فينا نحافظ على البيئه، نحافظ على الانتوراج اللي حوالينا، على الخضار، لانه نحن بحاجه حتى نتنفس الاكسجين مش نتنفس الدياكسيد دو كربون، لانه خلاص اختنقنا ما بقى في شيء بالبيئه صالح لنا، هي صرنا ببلد بحاجه للهواء النظيف. بعد عندي شغله بدي مرقها بخصوص اخذ الاولاد على السهرات، ما بعرف ده كل انسان عنده ظروفه، بس نحن بنعرف وبنتمنى دائما انه ما يكون في اولاد اعمارهم صغيره عم تحضر سهرات خارج البيوت وبالمطاعم حتى بالبيوت لما بيكون عندي نسبه تدخين مرتفعه. بنسمع بشيء بسموه فيمور باسيف،
ويلي هو انه الاشخاص اللي قاعدين معنا يمكن ما بيحبوا يدخنوا او ما ذنبهم اولاد صغار عن يشموا ريحه الدخان او الاراجيل اللي نحن عم ندخنه. وبنعرف هلا انه بهالرص السنه رح تكون المطاعم مليانه، يعني الاراجيل رح تكون كثيره والتدخين رح يكون كثير. حرام يتاخذ ولد صغير على مطعم بهالفتره. نعم. واذا كنا قاعدين ببيوتنا خلي اولادي يبرموا يروحوا يجوا يلعبوا، ما يضلوا قاعدين معنا بغرفنا، لانه التنشؤ لثاني اكسيد الكربون ولكل المواد السامه الموجوده بالارجيله او بالسيجاره قد تكون قاتله للولد باعمار معينه. وهون خلي مرق بعد شغله وحده اذا بعرف اذا بعد معنا وقت تفضل. نحن عم نقطع من بسيارات ناخذين معنا اولادنا رايحين عند اهلنا نسهر، الكار سيت دائما لازم تكون موجوده من ورا بنص السياره بنص الكرسي الخلفيه، ما بنحطها قدام، ما بنحطها حد منا، لانه لا سمح الله زحطت السياره على المي. يمكن مش مني انا تعرضت لحادث، لانه الشباب هلا متهوره بتكون بالليل ضربتنا سياره، اذا انا حاطط ابني حد الباب الخلفي الورا والقدام وفي ايرباج او قدام الايرباج قادر انه يقتل الولد ويكب الكار سيت من قلب السياره. بانتبهوا لهيدي النقطه. وهون برجع بذكر شغله كثير مهمه، 140 الصليب الاحمر، 125 الدفاع المدني، و175 للفوج اطفائيه بيروت اذا كنا بمنطقه بيروت، و112 قوى الامن الداخلي. تذكروا هودي الارقام خلوهم معكم واتصلوا. وبعد شغله اخيره برجع بقول، عدد القتلى بلبنان على الطرقات بسنه 2014 وصلوا ل 1000 بمعدل 3 بالنهار، وتبين بالاحصاء انه 3 ارباعهم واتساب. يعني امبارح باحدى محطات الاذاعيه التلفزيون مرقت عم تعمل ريبورتاج، مرق 10 سيارات سبعه عم يشتغلوا على الواتساب. واللبناني انا بتاسف اولى، ولو طريقه مستفزه رح اقولها، بس نحن بيقولوا لنا اذا شخص بدكم تقنعوا يا وسائل الترغيب يا وسائل الترهيب، الشعب اللبناني ما بيمشي الا على الترهيب. بقى يمكن القانون الجديد والبينالتي بدها تنحط كثير مهمه، لانه امبارح السبعه اللي عم تسالهم المذيعه انه ليه عم تستعملوا، بيقول لها ما في مشكله، انه ما في مشكله بس جاره مات امبارح حرام كان طايش او منه منبه عن يشتغل، يعني بينتقد غيره على الواتساب بس هو بحق له انه هو مركز. بدنا بتمشي السياره خمس ثواني 50 متر قادر انها تدهورنا اذا معنا اولادنا، قادر انها تدهورنا وتدهور غيرنا، يعني بنفس الطريقه. يعني اذا نحن عم نشتغل على الواتساب ممكن نعرض حياتنا للخطر وحياه يلي قدامنا في حال يعني انا خليني ارجع اعطيها من هيدي، خليني اعطيها بطريقه علميه مفيده. يعني اي مره بدي اعيد راس السنه الساعه 12 الظهر دقت 12 بدي اعيد وانا بسيارتي صفوا على يمين خيو عيدوا، ما بتعرقلوا السير، رح تعرقلوا انتم نص الطريق، رح تعرقلوا السير اكثر لما تعملوا حدث وبتسكروا الطريق وبتشغلوا الدفاع المدني والصليب الاحمر. صفوا على اليمين، عيد بدك تعيدوا، بعت له سلم عليه، بوصوا بدك، بس مش بورا حادث، مش بورا حادث وتسبب بعدين قهره لاهلك ولامك ولبيك ولاولادك لا سمح الله. وهون برجع بقول من ثلاث جماع شبان بيت، بس شبان يعني منهم كبار كثير، سياره بي ام جيب بمنطقه كفر حزير نزلت تحت كاميون ماتوا اثنين، يعني منا مسحه بقى الخبريه، ما حدا عم ينبه، ماشي بسرعه 180 الرادار كان لقطها، عملت حادث وماتوا الشباب. شكرا لوجودك معنا، يعني فعلا كانت عام 2014 كنت اغنيت صباح لبنان بالمعلومات يلي نصحت فيها العالم، نصحت فيها تيحموا نفسهم ويحموا غيرهم، وفعلا يفكروا مش بس بحالهم، يفكروا باهلهم. وبالنعمه اللي ربنا اعطانا اياها. وبالنعمه الحياه اللي ربنا اعطانا اياها، لانه حياتنا منا ملكنا، ملك ربنا، ننتبه لهيدي النقطه. بأتمنى لك عام 2015 ميرسي وللجميع ان شاء الله فعلا سنه خير عليك وتكون سالمه وخاليه من اي حوادث سير، واي حوادث ممكن هي تكون فعلا مزعجه لك وللعائله تبعك وللمحيطين فيك. اهلا كما وان وكل اسره التلفزيون كمان. شكرا. متابعين نحن وياكم، ولكن رح نتوقف لحظات مع الاعلان ورح نرجع تنتابع. أكيد ميري كريسماس ينعاد على كل الأشخاص يلي عم يتابعونا عبر صباح لبنان وين ما كنتوا بلبنان العالم العربي والعالم. أكيد ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر تويتر @صباح لبنان وأيضا عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك صباح لبنان لحتى نقدر على قدر المستطاع نلبي هيك طلباتكم ونكون نحن وياكم عم نتعرف على ضيوف جديد، على موضوعات أنتوا ونحن عبالنا نتعرف عليهم أكثر وأكثر. منتابع قطار برنامجنا لليوم المجلة الصباحية اللي بتمتد لساعتين ونص من الوقت ولغاية الساعة 11 ونص لحتى نكون مع فقرة ديرنيرف يلي من خلالها رح نحكي أكثر عن لا ما بدي شيء. صحيح العنوان يمكن ما بدنا شيء، ولكن أيضا هيك ما بيكون بدنا شيء لما بيكون معنا
عملاقة بالتمثيل، رح نحكي معها وعنا أكثر وعن مشاركتها بهالعمل وعن مخرج حط أحساسه تعودنا عليه بكذا عمل وحط من ذاته ومن خلقه لحتى يقدم أفضل ما عنده بهالعمل يلي جمعهم سوا. دارنا رافر مشاهدينا، بسرنا بالستوديو أن استضيف كبيرة من لبنان، ممثلة نجمة على امتداد المراحل كلها وما زالت لليوم، كل ما منشوفها على الشاشة منفتخر انها لبنانية، منفتخر بأدائها العالمي يلي قدمته للدراما، قدمته للتلفزيون. هي بنت هالتلفزيون، يمكن عم رحب فيها ببيتها وهي اللي لازم ترحب فينا كلنا. القديرة الكبيرة وفاء طرباي معنا اليوم، أنا بسرني هالموضوع جدا. إلى جانبها أيضا مخرج تعودنا على لمسته بالبرامج، تعودنا على نظرته بأعماله كلها يلي بيقدمها، وكيف إذا كان العمل هو عنده هدف إنساني، هدف توعوي، هدف أنه يرجع يرد لبنان المنتشر للبنان المقيم بلبنان الصغير. لحتى نحكي معهم وعنهم أكثر، خلونا نترافق مع لا ما بدي شي ومنرجع ننطلق بحوارنا. وشو صعب انه ندق على تليفون وتكون الام يلي مش عم بترد وتكون غابت ويكون الوقت مرق. لما بدي منك شيء، كلمات نصر الحاج الحن وتوزيع الاب جوزيف سويد، غناء سمارة شخطورة ميشيل خوري، اخراج جينو عون. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. المخرج جينو عون، مخرج الكليب ومخرج العمل، وبسرني بفرح وبهيك يعني انا كثير بحبك قبل اي شيء ثاني. اهلا وسهلا فيك الكبيره القديره وفاء طرباي، اهلا وسهلا فيك معنا. ميرسي يا عمري، ميرسي يا حبيبي. يعني مش بحاجه لشهاده، ولكن الاداء اللي شفناه يعني ما حدا الا ما دمعوا عيني على انا دمعت لانه في صدق، في معاناه، في امات هيك عم تنطر، في امات انه مش ولادهم ما بيحبوهم بس بيستلشقوا بالوقت، وبيصير في موني على الام انه هي بتتقبل كل الظروف وبتعطي الفرص، بس ما حدا بيعرف كيف المراحل بتمرق وكيف هالام بتكون ناطره دق التليفون بس يقلها كلمتين. صحيح. ماما انا بخير، مع أصحابي أو بشغلي أو بأي محل، بعدني مأخر، ما تنطريني، شو بتكلفوا هاي؟ أبدا ماشي. هي عم بدق، هو عم بيطلع، عم بيشوف الرقم، بيكمل شغله، بيكمل حكيه مع صديقته، وآخر همه أنه هو وبيسكر أوقات التليفون. أنه هودي نماذج من الحياة، بس هاي بتنسحب على تقريباً كل الأمهات. صحيح. أكل حال رح نحكي عن ظروف هالعمل، عن مشاركتك فيه، ولكن رح أبدأ من عند المخرج جينو. أول شيء أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليكم. ينعاد عليك شديد. جينو، إذا بدي أنطلق من لما بدي شيء، كيف صار هيك، كيف تبلورت فكرة الكليب؟ يعني أنا بعرف معك الأغنية من قبل، بير جوزيف سويد، بوجه له تحية كبيرة لبير جوزيف. كيف صار هيك قررت تفوت بهالمشروع؟ بير جوزيف بيعمل كذا سيدي حلوين، فأعطاني مرة سيدي أغاني من بين 100 غنية بحوالي 5 سيديات كنت أسمعهم دايما بالسيارة. هاي الغنية من أول ما سمعتها هيك بتحس غيرتني، دفشتني بمحل معين، وبقيت على ما بده شيء، مش إنه ما بده شيء، ما بده شيء، وعطي نتيجة. وبقيت على مدة سنة أقول هيدا العمل حرام يضل صوت وما يتحول صورة، وبلشت المبادرة اني اتصلت بالأب جوزيف وقلت له انه انا حابب اقدم هذا العمل كرسالة، انه هاي الغنية لازم كل شاب يسمعها، ويمكن الصوت لحال غنية لحال بلا فيديو كليب ما عم توصل مثل ما لازم، فاذا قدرنا نعمل فيديو كليب حلو نقدر نوصل المساج اكتر. الحمد لله انا منش بهذا الجو من العيال، نحن عائلة متماسكة، وأمي وبي الله يطول لي عمرهم كله موجودين، بس محزن جدا تشوف عالم
مثل ما شفت بالكليب عم بيتغدوا وعم بيعيدوا والعائلة مجموعة والولاد ولاد وأمات عايشة قاعدة لحالها ومش عم بتعيد. يعني من أقصى الصور هي مشهد ولد متروك ومشهد مسن كمان قاعد لحاله ما عنده مين يحضنه. ست وفاء، المشاركة بهالعمل كيف صارت لما اتصل فيك جينو وأطلعك على المشروع الهادف يلي هيك؟ يعني كيف كانت ردة فعل، كيف كانت تعاطي؟ مجرد انه حكي معي جينو وحكي ميشيل، انا بحب الناس اللي هي بتقدر تكمل. نحنا عملنا حطينا بصمتنا ووصلنا انه 50 سنة من العمل. بحب اني توجهم باشياء انسانية هادفة صغيرة وبتوصل بسرعة. ما عندي مانع ابدا اي حدا وخصوصا من الجديد اللي عم يعملوا كمان مشان شهاداتهم مشان تخرجهم مشان كذا، عم بحاول اني انا ساعدهم بهالامور هيدي. مجرد حكي معي، ما بعرف، صوته وصل مش لدينتي لقلبي وقال لي انه في عنا كليب سمعك الاغنيه، وقال لي انه للاب جوزيف حطك بجو العمل، حطني ايه بالامبيونس تبع القصه. قلت له اوكي، قال بدنا نجي نشرب فنجان قهوه. قلت له اهلا وسهلا، اجا وميشيل اكيد هون بدي اوجه تحيه للممثل ميشيل غانم. ميشيل غانم شارك وهو من الناس اللي كتير كتير الله يرحم امه، بحب امه لدرجه، وما كان مقصر معها، بس يمكن بالفتره الاخيره كان وعدها انه بده يظهرها نهار احد لانه عنده شغل كتير، انه خلص انا راح بتفرغ لك نهار الاحد ونروح ناكل سمك. صار احد ورا احد واحد ورا احد، وكل مره يجد علي شيء وما قدر انه ينفذ هالشيء البسيط اللي هو اكيد عامل اشياء كتير يعني كتير. هالحرقه يلي اوقات تبقى قديش تفصيل صغير، اخذ هالحرقه هو انه ما قدر لبى هالطلب الصغير لأمه وأنه يأكلوا سمك مع بعضهم بمطعم. جينو وين تصور العمل؟ أنا عرفت أنه رحتوا على صوب الشمال، عبلدي جميلة جدا، عمل كاستينج لأبناء المنطقة، تصور بمزيارة، ببلدة مزيارة. مزيارة منطقة جميلة وأهلها بجننوا، كان التعاون كامل نحن وياهم. فريق العمل في قسم كبير منه هونيك، البروديوسر رندا وكذا شخص، وحاولت انا يكونوا الشعب اللي عم بيمثل هدول الادوار يكونوا طبيعيين، يكونوا منا وفينا وكيف بيفكروا وكيف بنفكر وكيف بيشعروا ويأدوا هذا الادوار. اخذنا تقريبا نص الممثلين من مزياره. الهدف للصراحه شادي انه يكونوا كلهم ممثلين غير محترفين، بس الدور يلي انعطى لست وفاء اولا زادته. يعني أنا قديش كنت راسم لهالدور عطيته إضافات زيادة، وما بعتقد كان العمل مثل ما هو لو ما ست وفاء معنا. قلت لي هذا الشيء تحت الهواء عكس حاله، مش مجاملة بوجه ست وفاء، هي يعني أكبر من نحن نحطها بها. حبيبي ما قلنا بجميل، نحن إذا كان خبرتنا وهالخزينة اللي عنا وهالإشياء ما بدنا نحطها بتصرف العمل، بتصرف الشباب اللي هن واعدين وعم بيعملوا ومن كل قلبهم بدهم يكملوا هالرسالة. وخاصة إذا كانت صرخة بتدعي كل المغتربين إنهم يرجعوا، بتدعي كل الأشخاص إنهم يهتموا بالمسنين اللي حواليهم. حياة سريعة يعني، خلونا ما ننطر أكثر. ولبنان عنده واقع، عنده مغتربين كتير بسبب القصص اللي صارت ببلادنا، فهالمغتربين بيذكروا أهلهم يمكن بيجوا مرة بالسنة عيد الميلاد ومننسيهم 11 شهر أو أكثر. ونحن ترمنا وقت الكليب على عيد الميلاد اللي بيكونوا فيه المغتربين هون تيشوفوا انه يمكن امك ما بدها بس تشوفك عيد الميلاد، بدها تسال عنك على طول، او فينا نعمل كثير مبادرات لنكون حدا. جينو خبرني شوي عن التعامل مع ست وفاء لما يكون عندك انسان هالقد عنده خبره قدامك، يعني تنسى المشاهد يلي مكتوبه فيهم. يعني بتبلش تشتغل على المشاهد اللي فيها غير ممثلين، يعني قمة من الإحساس، قمة من العطاء اللي تترجم على الكاميرا. وكيف كان تعامل مع جينو؟ بجنن يعني جد، انه في عيل ليك رجعنا هيدا تلفزيون لبنان، هيدا الباز تبعنا. نحن انطلقنا 10 سنين على الهواء بتلفزيون لبنان، كنا نشتغل جروب، نشتغل تيم، كلنا قلبنا على بعض.
وهيدا اللي بينجح كل الأعمال، بيكون في مصداقية، بيكون في محبة بين اللي عم بيشتغلوا مع بعضهم، كلهم قلبهم على العمل، ما بتفرق معهم لا الوقت ولا الأكل ولا الشرب ولا الأشياء. وبالفعل أنا كمان بشكر كتير كتير ربي أني تعرفت على الناس الطيبة اللي بعرفهم أنا. أنا بنت الشمال وبعرف، بس بيت عبود لا يعلى عليهم كلهم. كيف استقبلوكم فوق؟ يعني الشمال معروفة هي عاصمة، يعني إذا بدك الصدر الرحب والإيد الممدودة والكرم والمضيافين، يعني ما بتقدر تتخيل كيف تعاطوا مع جو التصوير، وخاصة أنه صورته بأكثر من 15 لوكيشن. صحيح، من يومين بقينا ببلدتنا سيارة، بس بيومين أنا شغلي قلت لهم لو للساعة واحدة بالليل أنا بدي أخلص اليوم، هذا كل الشغل نشغل بالنهار. نعم. أوكي؟ لأنه تاني يوم أنا الأحد بدي أروح أدس، وقديس هيك خاص وبدون ما حدا يعرفني بأم المراحم، لأنه كل سنة بنطلع على أمر من المراحم، بس بنروح جروب. بس ما زمطت، عرفوك فوق، عرفوني الرهبة كشفوني بالأخير. الحمد لله. لا نشكر الرب أنه كان كتير الأجواء حلوة وبتريح. نعم. والناس طيبة إلى أقصى درجات الطيبة طبعا، وكريمة بالنفس وكريمة بكل شيء، بالروح وبالعطاء. يكون العمل شدي لا يبغى الربح، ويكون في مساج تتعاون العالم كله. أنا هذا اللي بدي أوصله جنو، يعني هذا عمل لا يبغى ربح أبداً. في تعاطي أو في هيك حديث مع الجمعيات المعنية بالمسنين بالهجرة لحتى ينعرض هالعمل، يعني إذا بدك ترويج لحتى يستقطب هالشريحة من العالم لحتى يوصل هالصرخة بأمانة. هذا العمل هدية لكل جمعية معنية بالمسن أو بالمتروك. اليوم هن إذا بدو يعملوا هيك عمل يمكن يكلفون، نحن عم نهدي لكل جمعية. صحيح. ولكل جروب بحاجة أنه يوصل هذا المساج اللي نحن وصلناه، ولا يبغي الربح أبدا. نحن أنتجنا هذا العمل من دون أي مبتغى معين. نعم. لأختم استوفاء اليوم هيك مع كل ما عم تشهده الساحة الفنية، يعني من تحديدا الدراما اللبنانية يلي عم تندمج مع الدراما العربية اليوم، هيك كيف بتقيمي هالوضع كمشاهدة قبل كنجمة لبنانية بالدراما، كيف تقييمك لهالموضوع؟ يعني نحن كنا الأوائل، وكان تلفزيون لبنان هو الأول بالشرق، ما كان في غيره. كنا ل 18 دولة نصدر، 10 سنين على الهواء راحوا بالهواء، يعني ما كل أسف أشياء كتير طلعت حلوة وما لها وجود. بقدر أقول إنه نحن هلأ عم نعمل توأمة أو عم نحاول نندمج بالعالم العربي، مع إنه العالم العربي كله كان بيعرفنا وبيحملوا لنا سياراتنا. ما بقدر أنا أنسى أسبوع الضرير اللي أحييناه بمسرحيتين بالمغرب، إنه كيف بيسكروا كل شيء كل أعمالهم، مش مصدقين إنه نجمة في المغرب، نجمة التائه ومحمود سعيد غريب كيف، وميشيل تابت يطول لنا عمره، وأنطوان كرباج، مارسيل مارينا وسمير، أستاذ مروان العبد الله يرحمه، يعقوب الشدراوي. كان في جروب كتير كبير، رحنا خلال 15 يوم حضرنا مسرحيتين، مسرحية بناء الرباط ومسرحية طارق من زياد، ورحنا فيهم ب 73 على المغرب. أسبوع أنا مش نايمة 9 ساعات، صدقني العالم الحفي من الأميرة والأمير تيلحق كل الإعلام، كان في شي 40-50 شخص بالمطار عم يستقبلوا. لما وصلنا أستاذ عادل مالك كان هو همزة الوصل، انه انت هلا عم تعمل شغله انه عم نعرف على اللبنانيه وعلى شغله. لا، في اشياء منيحه،
في المشاركات على مستشفى المنيح اكثر او العاطل اكثر يلي مش عم عاطل هو ما بقدر اقول عاطل عاطل يمكن بس اقل من انه نحن عم صوتينا ضمن مجموعه شفت كيف نجوم كبار عم ياخذوا ادوار ولو كان الضيف شرف انه هو موجود وهو موجود وبيسوى العمل كله صحيح او هي موجوده وبتسوى العمل كله انه نحن ما بدنا نجي نتلطى ونعمل ما بعرف شو نرجع نفوت بالجو انت بهالمعادة اليوم حضرتك ناصفينك يعني انت انا ما لي وجود نحن منسيين انا من الارملة والشيطان من 2011 مع انه دوري الحمد لله اخذ كتير سبسي وذكرنا بالماضي طبعا. من الاولاد للكبار لانه كان مركب وكان في شيء حلو هيك قدمته انا ماشي الحال من وقت لهلا انا قاعده ببيتي هذا صرخه برسم المنتجين اللبنانيين يلي لازم يعني يكونوا اوفياء ما بدنا نسوي حالنا ولا بدنا نعيط ولا بدنا مش بحاجه انا ما بدي ابواب كبار مثل حضرتك مش يعني بحاجه الكبير كبير القوم خادمهم طبعا نحن كلنا بنعمل العمل ما في كبير وصغير صحيح في كلنا سوا من كبار كلنا سوا من صغار صحيح جينو لل 2015 في اعمال عم تتحضر انا بعرف في فيلم سينمائي عم يتحضر في برنامج لمحطة تعتبر أولى بلبنان في كليب مع جهاد محفوظ كمان صححني أبلش على الكليب الكليب عم بينعمل فيديو كليب عن المعتقلين هو الباز معتقل بالسجون السورية بس بيحكي عن كل المعتقلين اللبنانية خاصة مع الجيش هلا المعتقل عند الإرهاب عم بينعمل كليب كتير قوي كمان بتقنيات جديدة بأفكار جديدة انا مثل ما بتعرف انا مخرج برامج فهلا عندي كمان برنامجين عم بيتحضروا في السينما فيلم سينما في فيلم سينما حيكون اول من نوعه لك او سكريبت السكريبت الاساسي القصه لالي بس رح يكون في سيناريست رح يحولها لنصوص اكيد وامتى متوقع انه يتم العمل على هالموضوع رح يكون العمل الاول تقريبا اول فيلم اكشن من العيار العالمي لانه شركة إنتاج فرنسية هي مستلمة الأنيميشن 3D وشركة أمريكانية معنا بالإنتاج رح يكون عمل رح يضم لأول مرة فيلم لبناني في 3000-4000 ممثل بمشهد واحد إن شاء الله يكون كل شيء مسهل عمل كبير أكحل نحن نتمنى لك كل التوفيق جنون رح نتابع هالموضوع ونكون سباقين بأنه نسلط الضوء عليه موفق بال 2015 موفقين تلفزيون لبنان شكرا ست وفاء طرباي أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم أنت إضافة لكل مكان بتدخل عليه إن كنت ضيفة مع أنه أنت اللي لازم تتأهلي فينا حبيبي. بتلفزيون لبنان أو لأي عمل بتكوني مشاركة فيه أنت مش بس إضافة أنت العمل بحد ذاته هذه مش مجاملة هذه حقيقة بأحساسك وبأدائك العالمي والراقي والكبير شكرا خير لوجودك على كل النعم اللي أعطانا إياها وبتمنى للعالم كله وللبنان بنوع خاص وللدول العربية كلها إنه 2015 تحمل لون السلام وبطلب من طفل المغارة إنه يعطينا سلامه ويعطينا محبته ويخلي هالعالم ترجع لضميره ولأخلاقه ويكون مغارة بقلب كل واحد أمين يا رب أمين. المخرج جين عون شكرا لوجودك معنا الممثلة شكرا. القديرة شكرا كثير لوجودك يعني ست وفاء طرباي لوجودك معنا اليوم ينعاد عليكم 2015 مثمرة وحلوة على كل الأصعدة إن شاء الله إن شاء الله على الجميع مشاهدينا صباح لبنان أكيد بتابع بعد البريك ولكن الشيف نزار صار جاهز بفقرة زاست ما تنسوا اليوم عم بحضر معنا سمك مع لقطين على طريقته هو بريك صغير صباح لبنان بتابع نو زابينج خليكم معنا صباح لبنان مكفى معكم مشاهدينا فقرة زاست مع شيف نزار صارت جاهزة
صباح الخير شيف. اهلا رنا، كيفك اليوم؟ تمام، وانت؟ شو رح نحضر اليوم؟ رح نحضر سمك بطريقه شوي سبيسيال، بتعرفي الاربعاء العيد وهيك، فاذا عندنا ضيوف كمان بالسهره حلو نحضر شيء يكون كثير سبيشال. شو بدنا؟ رح نبلش اول شيء بالصوص. الصوص هي رح نعملها ننقعها، اوكي؟ لنقع لننقع السمك، هي تقريبا مثل السمك الحره بس نحن رح نطحنها ورح نقع فيها السمك. أوكي. اول شيء اللي بدنا اياه بدي بندوره. بندوره فيكم تقطعوها مثل ما انتم بدكم، لانه اوريدي رح ترجع تنفرم. انا صغرتها شوي بس لحتى اقدر صغر سهل الشغل. اوكي، شي راسين بندوره تقريبا. صح، شي راسين بندوره. رح احط معهم بصله صغيره. اوكي، رح احط معهم ثوم حس واحد. رح صح، رح احط معهم شقفه صغيره من الحر. اوكي، وقشره حامض مع اللب، يعني ترانش حامض مع اللب مثل ما هي. اوكي اوكي، ما بتمرمرها قشره الحامض؟ لا، انا ما كترت كثير، حطيت كميه صغيره. أوكي. رح احط كزبره، فينا نترك العروق فيها ما في مشكله، لانه انا رح اطحنها، ودائما بس كون عم نشتغل وما نطحن الكزبره افضل انه نترك العروق فيها، بتنكح اكثر. صح، بتركز الطعمه اكثر. اوكي، هيدي الكزبره الخضراء. هلا لاربط شوي المكونات مع بعض ونعطيهم هيك نكهه كثير قويه، رح احط ماسترد خردل. أوكي. ما رح كتر كثير، شوي خردل. رح احط سبع بهارات. رشه صغيره. رح احط كمون كمان. أوكي. رشه بيلبق كثير الكمون مع السمك. صح، واخر شيء رح احط كزبره يابسه. اوكي اوكي، ليه بنخلط نوعين كزبره؟ هيك بتعطيهم طعم، بدل الكزبره اليابسه فيها هيك طعم غير شكل. رح احط معهم شويه زيت زيتون، ما بكتر كثير والا بالفرن بيرجعوا بيفصل مع الزيت وبيعطيني منظر مش حلو ابدا. رح احط شوي كمان عصير حامض، واكيد رشه ملح. اوكي، هلا رح اطحنهم بالجيراف. ما بدها كثير. لا ابدا، ما فيها مكونات صعبه. صح، هيدي الصوص هي الباز، فينا نستعملها كمان للسمك المشوية بالفرن، لاي شيء بدنا. ما رح كثير نعمها، ما كثير رح نعمها، رح اتركها شوي فيها هيك شقفه صغيره. صح، خليني احطها بالجاط لانه هلا رح ارجع احط كمان السمك فوقها. اوكي، في كل المكونات انطحنت، صار عندي صوص سميكه. هذه الصوص هي الباز اللي رح تعطيني النكهه المضبوطه للسمك. صح، هلا للفيليه شو رح اعمل؟ خليني البس الكفوف بس تشتغل بالسمك الناي. اكيد. اوكي. الفيليه رح اقطعها ورح ارجع ابرمها اعملها مثل روم صغار. اوكي. اوكي. تقطع بالنص يعني شقفة شقفتين تصير. هذه الفيليه، هذا الصوص، خليها شوي على جنب. هذه الفيليه رح شيل من الراس. اوكي، شيل الكعب. اوكي، رح ظبط الجوانب هذه لانها بتكون قاسيه الحفه من هون. رح شيلها من هون كمان من هون، شفتي يعني قد ما فينا بنظبطها. اوكي، وهي مفصوله اوريدي من مزبوط. هون مظبوط، بمشي على الخط طبولة. بنرجع على الخط طبولة، بنرجع انا بعمل خط ثاني. اوكي، وبقصها مرة ثانية لتصير اربع شقف. اربع شقف هيك. هلا اوكي، رح اخذ الشقفة بسيطة كثير وبلفها. هينة يا كثير سهلة. اوكي، لهالدية فينا نستعمل الخيط اللي هو فينا نستعمله نحن بالاكل. أوكي. بس بتصير لبكه علينا بس ما ننفكهم. اوكي، الافضل دائما نستعمل الكردون. ايه هلا موسم فوارغ ومقادم ايه كله كان عم يستعمل الخيط بس طيبين هودي رنا كمان. انا مانك صاحبه معهم ايه ورق عنب سبا ورق عنب بس بزوم المقادم. ايه مش مشكل، بس انه هي الفكره. اوكي، أوكي. هذا السمك لفيناه، هلا بس تستوي السمكه. ما بعود فيها ابدا مشكله انها تفرط لانها بتجمع على ما بعضها، ما بتفتح يعني ابدا. اوكي اوكي، هذا السمك جاهز صار عنا، رح احطه بنص الصوص. قد ايه تقريبا قلنا؟ فينا ننقعهم من قبل بنهار
بتكون كتير مزبوط. صح، واذا بضل طعمتهم واذا مستعجلين قبل بساعه بتكون كتير بحاجه لاكثر. يا صح كتير. هلا رح نحضر الجارنش اللي معه واللي أوكي. هو اللقطين مع الطحينه. بتعرفي دائما الطحينه بتلبق مع السمك والحامض. شو رح نعمل؟ رح اخذ اللقطين وبهالوقت السمك بنحطه بالفرن. صح، السمك بننقعه لمده ساعه اذا ما معنا وقت، فينا ننقعه من قبل بنهار ونرجع بنحطهم بالفرن. وقت ما بياخذوا اكثر من 10 دقائق بالفرن. ما بنحط لهم زيت؟ لا، لانه نحن حطينا بالخلطه زيت. اوكي، هلا رح بلش باللقطين مع الطحينه. لقطين، رح احط لقطين. قد ايه تقريبا؟ تقريبا هون عندي شي 200-250 جرام. رح احط ثوم مفروم ناعم. حط واحد الهيئة. حط واحد، ما بنكتر كثير والا بيهشوا الديون من بعض. لا بتزيد تضايقون الثوم. كمان رح احط زيت زيتون. زيت زيتون شوي مش كثير. اوكي، رح احط عصير حامض ولا طحينة كمان هينة. يا هلا اذا حسينا انه الطحينة سميكة فينا نرخيها بشوية ماء. أوكي. بس هو القرع أنا إجمالا في كمية كتير كبيرة من الطحينة، من الماء عفوا، كمية الماء بالقرع أكثر من المتبل. يعني بيتحمل بيتحمل، بس أنا ما رح كتر كتير الطحينة. هو أفضل نحط شوي شوي لحتى نشوف قد إيه عم تستنسخ مع بعضها. إحنا بنرجع نرخي بالماء بصير بننزع الطعمة كلها. مظبوط، دائما الملح والحامض كمان بشد مع الطحينه. بشدها، فدائما الافضل نحط شوي شوي بالنسبه كان بالملح وكان بالنسبه لل. انا نسيت اذا حطيت ملح او لا. ايه حطيت. حطيت؟ حطيت. قولي كاي حجه لندوقهم. خلص خلينا ندوقهم. خلص ايه ضروري. لا بعتقد حطيت. بعد الثوم ما حطيت. طب حطيت وما كترت. مسايرة. اوكي اوكي، هذا القرب الطحيني هيك صار. عبالك تدوقي ما سألتي. يلا مدوم بس يخلصوا كلهم مع بعضهم. اوكي. كنت ادوقك من هلا. السمك نحن اوريدي محضرينه. صح، هيك بصير شكل السمك رنا. أوكي. بعد ما نخلص خلينا نشوفه. وما بيفتحوا عن بعضهم مثل ابدا مثل بعد ما يستوي وبنتركه ليبرد. حلو. أوكي. هاي انه مقابلات بارده يعني فينا نحن نشتغلها من الصبح. اذا عندنا ضيوف بالسهره بنحطهم بيكون كل شيء رنا. بتسخن السمك؟ لا ما في داعي نسخنه. أوكي. هي طيبه بارده مع الطحينه وهيك. أوكي. فينا نقليها للاشخاص اللي عبالهم؟ اكيد فيكي، لانه هيك شكلها كمان بتطلع كانك فيكي تعمليهم بانيه. حلو انك تعمليها بانيه ترجعي تلفيها وتقليها. أوكي. بتطلع رونديل. أوكي. وبيبين كمان اذا عملناها قليناها وعملناها بانيه لطيناها مع طحين وبيض وكعك ببين الرونديل. أي. يعني بتصير كمان تبين شكله حلو. اوكي اوكي، خلينا نبلش نجمع المكونات تبعنا على البلا. عندي انا البلا هون. شايفه في زعتر انا؟ صح، الزعتر كثير دائما بحاول بس احط المكونات بحاول اجمعهم بطريقه انه الكومبيناسيون تبعهم بتعطي شيء عن جد. والسمك كثير طيب كمان مع الزعتر. رح اخذ القرع. اوكي. بشكل فينا نستعمل نحن الطريقه اللي بدنا اياها بالبرزنتاسيون. اكيد. بس حابب اشتغل انا اليوم بهالطريقة على ذوقك مثل دايما. كم وحدة صاروا لنا؟ احنا عنا نترك حبة لنا ولا لا؟ تقريبا لكم شخص عم نحضر؟ نحن هون هلا هاي مقبلات. اوكي، يعني فينا نحطهم نعمل بلا بنص الطاولة و ويكونوا مودعين. خلينا بهيدا الوقت نزار نذكر بالمقادير. اوكي، حتى هيك الاشخاص اللي عم يتابعونا يعرفوا على المضبوط شو استعملت بال بالبلا. آه
لكن عنا السمك الفيليه تقريبا بدنا كيلو، عنا البندورة 200 جرام، بصل 50، ثوم 10 جرامات، الكزبرة مع حامض شرحات، وأكيد البهارات اللي هي السبع بهارات مع الكمون والكزبرة اليابسة، وما ننسى الكزبرة الخضراء كمان، زيت الزيتون والحامض ليعطينا النكهة كمان، وأكيد ملح. هذه بالنسبة للنقع. أما القرع مع الطحينة، أوكي، رح نستعمل تقريبا لقطين 500 جرام عصير حامض، 30 جرام طحينة، 50 جرام، وأكيد ثوم مذوق حص صغير. ورح استعمل للزينة الرمان الحامض والزعتر الأخضر. أوكي، فإذا هيدي المكونات وهيدي البرزنتاسيون. بعد ما خلصت أكيد، لا في الرمان وفي الزعتر. أوكي أوكي، رح أخذ الزعتر رح أحطه على وجه السمك. بعتقد بتكون إضافة على السفرة وفيها كثير هيك سبيسيال، يعني سبيسيال مزبوط، حتى ألوانها حلوة مع بعضها. صح، مثل كل الأشياء اللي بعملها بكل تواضع. ما في شك. اوكي اوكي، هون عم نحط الزعتر على الوجه. فينا نستعمل نحن الطريقه اللي بدنا اياها بالبرزنتاسيون، بس دائما انا بحب اعطي هيك طريقه شوي غريبه. هون رمان حامض ولا رمان حامض لفانه ولا حلو؟ تقريبا لفانه، بس لا اكيد مش حلو. اوكي، لونه حلو. لونه دائما هيك لاذق مع اجواء نوال اخضر واحمر. عم زين الطاولة كمان مع الرمة. مبسوطة من سامحك. وهيدا البرزنتاسيون فينال للطبق. شيف نزار، نحن ما نشكرك، ميرسي لك كمان. دايما عندك افكار جديدة وحلوة وطيبة، اهم شيء. وايمتى رح نرجع نتلاقى؟ ان الله راد نهار الاربعاء، وفي عندنا شيء كثير سبيسيال بحلقه نهار الاربعاء، ما نودع احنا وياكم السنه الجديده. ان الله راد، ان الله راد. ميرسي لك ليتاي. ميرسي رنا، باي. اكيد نحن وياكم مشاهدينا رح نضل متابعين باطار برنامجنا فقره ديكور بعد البريك مع مدام مارلين، فخليكم معنا. Love and understanding. Merry Christmas, everyone. الأجواء العيد يلي لازم تكون أجواء من الداخل من القلب. نحن عم نتابع معكم صباح لبنان من القلب وللقلب، على أمل أنه يكون عم يوصل هالبرنامج لكل شخص عم بيتابعنا بأمانة. بخلال هالفقرة مرلان عطية، فقرة ديكور، رح نشوف اليوم شو رح نتعلم نحن وياها على طريقتها هي. مرلان صباح الخير. صباح لبنان شادي، وانا بدي اعيد هون كل المشاهدين اللي عم بيتابعوا حقيقه هيدي الفقره، ان كان بلبنان وكان برات لبنان. صحيح، ونحن بدنا نعيدك وبدنا نشكرك على هي الفقره تحديدا، لانه دائما هيك بكون في شيء جديد عم نتعلم. اليوم شو رح نعمل؟ اليوم كمان شغله جديده، وهي لانه النابكنز بعدنا عم نشتغل بالنابكنز، لانه هو عالم واسع كثير. النابكنز يعني منه محدود لا على الازاز او على الفخار، على الخشب، على الشمع. صحيح. على كل مادة فينا نستعمل النابكن. هلا هو الصحن اكيد مثل ما صاروا المشاهدين يعرفوا انه هو ترانسبيران بلا لون، نحن بنشتريه بهالشكل هيدا، وبنرجع حتى ما يطرطق بنحط النابكنز، وبنستعمل ورقه خصوصي هي بابي جابوني حتى يصير بهالشكل هيدا. اوكي اوكي، هيدا صحن كان ازاز عادي، واكيد بالنتيجه صار بهالشكل. صار ازاز ومش عادي. مش عادي. اوكي، خلينا نبلش بالشغل. اول ستيب هي على الأفعى عم بشتغل. نعم. حتى يستعمل ينحط في اكل اللي بدهم اياه، ما في شيء بضر. نعم. اوكي، فاذا من الأفعى نابكنز هي بنشيل طبقتين،
وبنحط الرسمه على القفا كمان. اوكي الرسمه هي هيدي الرسمه تنحط على القفا اوكي يعني على وجه الصحن بهالشكل هيدا. نعم. هلا كيف بدنا نثبتها؟ كل ما كانت النابكنز كبيره كل ما شوي بتعذب اكثر، بس اكيد الشغل بالنتيجه بخلي الواحد تصير ايده طريه ويشتغل بطريقه صحيحه. دائما خلينا نبلش هون لانه كبيره، نبلش من النص نثبتها على الاخر لهون. هلا قد ما فيي رح نشتغل شوي بسرعه مشان الوقت ما يداهم، وبس حتى كمان كل المشاهدين تنتبه كيف عم بيشتغل بالريش اللي انا ماسكتها. اكيد هون بدنا نذكر كل المشاهدين انه هيدي تقنيه، هي تقنيه يعني فينا من بعدها نقدر نغسل الصحن ويكون سيف، يعني ما مش تقنيه ممكن تدهور او تتراجع أبداً. مع الوقت ابدا بتضلها مضمونه 100%، والا بتجيبوا الاغراض عند مارلين على البيت ما في مشكل. اكيد اكيد بس هي دائما بنحب نعمل الشغله حتى مش بس انه عم نعملها ديكور او عم نغير، نحن عم تكون هي تستعمل تستخدم ب نحن بالطريقه اللي بدنا اياها. صحيح. وبرجع بنزل فيها نزول اوكي حسب الموديل الصحن اللي عم بشتغل فيه. كمان بطريقه مهم الطرف يكون مثبت. انا هون عم بستخدم الغري الفيرنيكول، الغري اللي هو نعم. بفوت بالفرن كمان بيتثبت بالفرن. بتعرفي انا عم شوف هون بين ايدي الجولد اللي رح نستعمله قديش هيك منه ثيك منه كتير سميك كماتير رح يتغطى فيها بعدين كيف كل القطعه او كيف رح لا تعمل. هون عم بستعمل فينيساج بدي استعمل بالذهبي وهيدي مثل ورقه الذهبي، هيدا النوع الذهبي كتير كتير حلو. فينا نستغني عن ورقه الذهبي بهيدا النوع من اللي بايدك يعني بالليكيد اوكي، لان ورقه الذهبي هي ورقه بالنتيجه، هون بنتور ليكيد ذهبي اوكي. قد ما فينا ما نكسر كثير يعني ما يكون في ديبلي على القطعه، نمدها بشكل صحيح ونوصل فيها على الاخر حتى ما تقبع ابدا اوكي. تقريبا هون. هلا اكيد المشاهدين بس يشوفوا كيف لح كيف بيخلص. انا هون عم مد حتى اذا ملاحظين النابكنز رح نمد على الازاز، بعدين ناخذ مجال للنابكنز تاخذ راحتها. نحن عم نحط نابكنز حتى ما تنخزق معنا لانه بتكون صارت كثير رقيقه. صحيح. مرلان من داخل الصحن ممكن ينعمل شيء من الطوارف الفوقانيه، يعني مش بالاماكن يلي ممكن ينحط فيها شيء شادي بالنتيجه انت عم تشتغل بتقدر، كل واحد عنده ذوق اكيد بيقدر يشتغل مثل ما هو بده، حابب يزيد بيقدر يزيد طبعا ما في مانع على شيء. صح. او ما في شيء ممنوع بالشغل، يعني الشغل اليدوي ما في شيء ممنوع فيه. صحيح مثل ما دائما بتقولي ما في شيء مستحيل، كله بيزبط كله بده وقت، كله الواحد بيستمتع بالعمل. هيك الحل حتى نذكر كل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا لاول مره اليوم انه النابكن يلي عم تستعملهم مارلان هنا بدنا نشلهم اللايرز تبعهم، يعني بيكون في ثلاثه ماكسيموم اذا ماني مظبوط، هن ثلاثه بدنا نشيلهم كلهم لتقدروا تستعملوا بس طبقه واحده من النابكنز يلي موجودين، وخاصه هلا على العيد يعني اذا رحتوا وضيفوكم اكل طيب كله الاكلات وخلوا النابكن بالساك وهيك بيشتغلوا فيها وبتكون عن جد شغله مميزه. صح. يعني هو الشغل حلو ليش؟ لانه بتشتغل بقطعه بتكون مميزه لإلك او عم تهديها بتكون ما في منها بالسوق. هيدي الشغله الحلو انه دائما عم تكون الشغله بريفي انت عم تعملها. صح. ما في مثلها. هلا مارلين شو عم نعمل؟ عم بتحطي غري على طرف عم حط الغري عم مد على الطرف الازاز. نعم
اوكي، لانه هلا رح ارجع استخدم ورقه البابي جابوني اللي هي حدك اللي فيها خيوط. انا بس بدي اطلب منك الصحن يلي على يمينك هيك ليكون واضح اكثر للمشاهدين طبعا شو عم بيشوفوا، شو عم كيف عم بتصير عمليه الشغل. هلا انا مديت الغريع على الازاز لانه النابكنز هلا فيها غري ماني بحاجه لها، زيد عليها بكفي. مسموح الغلط مارلين بال مسموح بالشغل؟ انا بالنسبه لي بقول مسموح، او انا الواحد بغلط مره برجع بصلح غلط ثاني مره، انه اذا ما غلطت ما لنا مشكله اذا غلطت اول مره او ثاني مره، انه بالنتيجه دائما في اول مره الواحد يغلط بيتعلم من غلطه، يعني دائما لازم تغلط حتى تتعلم من الغلط. فإذا أنا هون حطيت الغري، هلا فينا نحط بايات إذا بدنا تنعطيه شوية هيدا، إذا اللي بحب بيسوى ما نحط بيسوى نحط. نعم. منا قاعدة، لأنه أنا هون شفت في بايات لحد الشغلة كتير خفيفة ما رح نكتر أبدا. أوكي. عم نرش شوية بايات. مش عم بقول ما بدنا نكتر هل بس ليعطي هيك تويست صغيرة يعطي هيك، يعني تصور اوقات تكون معزوم على غدا او على عشاء وتكون بسرعة القصة. ممكن نحط بايات قبل ما نحط النابكن نلزقها، يعني نحط بايات النابكن نرجع نثبت النابكن. بدك تحط غري تحط بايات ترجع تستعمل النابكن، فينا نعمل هيك اكيد فيه. عظيم، ما في مشكلة. إذا ملاحظين أنا بالصحن هني حتى شوي ذهبي، يعني مدخلة ذهبي قبل النابكن. أوكي. طيب. هلا هيدي هي الورقة المهمة كمان، الورقة هي بابي جابوني فيها خيوط، أكيد مثل ما المشاهدين عم بيشوفوها، الخيط دائما ليكون لازم يكون لجوا. أوكي؟ مش لبرا لأنه بينفل. فإذا بندس بنشوف الخيط لجوا بنحطها بهالشكل. هيدا البابي جابوني اللي عم تستعمليه موجود بحيال ليبراري بحيال مكان ممكن، يعني بكل مش صعب انه نجيبه، لا مش صعب اكيد ما في شيء صعب. نعم. بدي لزقتها من فوق اخذت، هلا شوي شوي تصير ننزلها. في تكنيك معينه هون لتتفادى انك تعبي هواء بالاماكن يلي بتكون عم، مشان هيك عم بشتغل فيها وعم بحطها بنزلها بطريقه شوي شوي بكل المحلات اللي فيها، لانه هون منه صحن عادي منه بلا، اكيد بده انتباه اكثر بده شغل اكثر، وما تكون الورقه كثير فيها بلي. اوكي نعطيها شوي شوي لانه بس نوصل لهون لزقت ما بقى عندي مشكله، بس حتى ما عبي هوا بدي كل المحلات اللي هي فيها منا دغري. نعم. اوكي فيها طعشه مثل هون لازم اكيد انا ثبتها قبل. اوكي نبرم الصحن وننتبه من هون بايدنا، كثير مهم نحس بالورقه او بالشغل عم نشتغله بطريقه طبعا صحيحه، وبرجع بوصل لتحت هون نجرب ما نعمل كتير بلي تتبين ناتشورال اكتر. اوكي هلا بس نلزقها كلها بدنا نرجع نستعمل الغري عن جديد نحط من فوقها لحتى شو تنحس انه عن جد اخذت 100%. مرلين وقت يتصلوا فيك العالم شو بكون عندهم كونسيرن اكثر شيء، يعني شو بيسالوك اكثر شيء، شو بيعتلوا هم اكثر شيء بهالموضوع؟ ما بيعتلوا هم، بالعكس بيكونوا مبسوطين، بيكونوا عم يشتغلوا، بيكونوا يقولوا لي نحن عم نتابعك، نحن عم نشتغل مثل شغلك، عم يعملوا معارض. شو اكثر شيء اسئلتهم بتكون، يعني الا ما يكون في هيك سؤال معين كل العالم تطرحه او لا؟ لا ما بيعتلوا هم معي، ما بيعتلوا هم، عم بقول لك تعودوا بحقيقه لانه اكيد كبدايه اللي بحب اللي ما بيعرف ابدا عم بيجي بياخذ اكيد كور عندي، وبعدين عم بيدعس يعني عم بيشتغلوا عم ينزلوا بمعارض عم بمحلات. كل فتره بتعطيهم مرلان او كيف بتقسموا كل السنه؟ لا بتقسموا على كل السنه.
على طول في دورات وعلى طول في حدا بحب يشتغل، لأنه هي مش هلأ ثاقبت هون عم نشتغل على الإزاز، بس أنه هي الدورة على كل شيء، لأنه بتشتغل على الفخار، بتشتغل على الخشب، بتشتغل على الشمع، على القماش، على الحرير. الشغل واسع كتير شادي، يعني ما في صعب الشغل على الحرير؟ أبدا، كتير كتير حلو. إن شاء الله أكيد مع الوقت لح نشتغل على الحرير كل فترة هيك بدنا ننوع شوي. ايه طبعا طبعا، بس يمكن مع هيك الأوانب والجود كل هالخبار، يمكن خاصة هلأ بفترة العيد بتكون مطلوبة أكتر. مزبوط، لحطوا شوكولا وأكل و... مش إن هيك عم نشتغل بهلا اليوم بهالطريقة، بس أكيد لح نتعلم كل شيء. أوكي، فإذا هون قد ما فينا لزقناها برمى بس للمشاهد يشوف. طبعا نرجع من كفي وانا نرجع نستعمل ما بعرف اي كاميرا ناخدها. نعم اوكي، لاحظنا كيف حلوة كتير، very nice. يعني من مشي كتير حلوة جد. نعمل هلا شو بدنا نعمل بالطوارف اللي بقيت اضافيه من البابيي جابوني؟ مزبوط. هلا خلفت اول ايتاب هيدي هي. هلا ثاني شيء بدي احط غري انا على كله، بدي ارجع مد الغري. نعم، تينشف منيح، ينشف يعني هون بدي اترك ما في انا وهي ومي اشتغل فيها، بس نشف مزبوط. بدي اقص بالكتر. اوكي، بالكتر. نعم، داير من دار الصحن، بس هي المرحله من بعد ما نضيف الغري وينشف. مزبوط. اوكي، بدنا نقصها بالكتر ونرجع نحط الذهب داير من دار تيكون عنا في نساج مرتب. نعم، وتكون القطعه عن جد مرتبه وما بقى بدها شيء. هلا تأحمل ورقه ارجع، طبعا بدها كمان نحط لها فيرني. اوكي اوكي، هيك بنكون خلصنا القطعه بشكل صحيح. لاحظت كيف ولون الذهب وين بتصير المرحله يلي بنوصل لها من بعد ما هو الطرف اخر شيء على الطوارف. اوكي اوكي، نعم. مثل ما ملاحظ هون على الصحن. انا لحالي يعني عم نحكي عن الطوارف يلي موجوده هون. مزبوط، هي الطوارف. مزبوط. صحيح. اوكي، فاذا عم برجع بمد الغريد تحس انه عن جد تثبت، ما في شيء طالع، الورقه كلها اخذت 100%. ما في عندي هواء، ما في تعبية هواء، لأنه كتير مهم أنه نكون مثبتين مظبوط بدون تعبية هواء. أوكي، وهيك بيكون صار يعني جاهز، بيكون صار جاهز ل أكيد استخدام فيه مثل ما نحن بدنا. ممكن هيك ينضاف له مثلا يمكن احجار صغيره او اشياء معينه تتلزق او بتنضاف، او انت ما بتحب زي هالامور؟ لا انا بحبذ، بس مش على هيدا الشغل. اوكي اوكي، بكون عم نشتغل بشغل تاني اكيد مع الوقت رح نشوف كيف فينا نفوت الحجره على بطريقه شغلنا على النابكنز اذا بدنا يعني، او حتى بلا نابكنز ما في مشكل. اوكي، اهم شيء نبلش نثبت بطريقه صحيحه، يعني احنا عم نمد الغري هلا من فوق لتحت حتى الهون يكون مثبت 100%. اوكي، حتى لاحظت ما بده كتير كتير وقت شادي، يعني الشغل بالنتيجه ما كتير بده وقت، بده طولة بال شوي. نعم، بده يحب الواحد يشتغل طبعا. قد ايه بده تقريبا وقت مرلان لحتى ينشف لاير ثانية من الغري؟ هلا اجمالا يعني كيف ما كان بدنا نعطيه، بده الست اللي عم تشتغل فيه بالبيت تعطي وقتها، يعني تخليه ساعد زمان تا ينشف. اوكي، حتى تحس بمجرد ما تحط ايدها نشف، يعني بصير اكيد قاسي. بس بده تقريبا شي ساعه ساعه ونص لينشف منيح. مفروض 100%. اوكي، هون خلينا نرجع نذكر بالكول اللي عم نستعمله هون شو هو تحديدا. هو ديلويي اللي انا عم حسه شوي منه كثير سميك. مزبوط، هيدا الكول هو سائل كثير منيح، حتى هيدا بفوت بالفرن، لانه انا بستعمله بنستخدمه على البورسلان، يعني بنحط النابكنز على البورسلان بنفوتها بالفرن، بده يكون هيدا الكول كول فيرني بفوت بالفرن بيتثبت بالفرن. نعم اوكي اوكي، فاذا بعدين برجع
بيشتغل بالطرف. صحيح. اوكي، بحاول انا شوي هون حتى بس كمان. فإذن لنذكر المشاهدين بالخطوات الختامية يلي هي بتلحق المرحلة يلي عم نشتغلها هلا، هي انه حطينا اول شيء لاير النابكن، اول شيء حطينا غره من فوقها. صحيح 100%. رجعنا يلي بحب بحط بايات على الطوارف، يلي ما بحب ما بحط. انا عم برجع ايضا لشوف اذا انا كثير شاطر. اكيد شاطر. كفي. رجعنا حطينا البابيي جابوني مظبوط، يلي حطينا له كمان غره ثبتناه مظبوط. بس المهم بالبابيي جابوني شغله وحده ودقيقه وضروري ينتبهوا لها. شو هي؟ الخيط. الخيط بده يكون لجوا. صحيح. لانه اذا الخيط لبرا بصير ينسي المعنى. هن عم بمدوا الغريب بيلاحظوا انه عم بينسي. كنا سبقناها بكوش كول، رجعنا من بعد ما حطينا البابيي كمان مثل ما عم نعمل هلا المرحله يلي وصلنا لها. مظبوط. وبدنا ننطر تقريبا شي ساعه ساعه ونص لينشف كليا. نرجع بالكتر، شو بنعمل؟ بنقص طوارف. من قصه بشكل مهم ضروري يتعلموا طريقه شو القطر. شو هيك التروك يلي لازم يتبعوه حقيقه اذا نشوفه على لازم الكاميرا. هلا لحاول انا ما بعرف اذا هون فينا الكاميرا تاخذها بهالشكل. صحيح. اوكي، بدنا نقص ال اوكي هلا هون الطريه. نعم. يعني ما رح تقص معي مظبوط، بس تكون ناشفه. بس تكون ناشفه يمكن تنقص القطر. نعم. اوكي. نعم. وبهالشكل هيدا نزول. اوكي هيك نزول تنقص. نعم. بالشكل صحيح. اوكي، تما يعودكم في طرف. هلا هون برجع بقول انه كتير طري، مش كتير صعب القص فيها. نعم. اوكي، مش مفروض نقص. صحيح. وبنرجع منقص، فينا نحط الذهبي على الطوارف. بس خلينا نشوف هيك الباك فينال. اذا فينا نعلي صحن لشوفوه من جوا كيف صار. كيف صار؟ بس ها خليني شوي انا الفاسية اللي قصيناها شوي بس هيك حتى لو تزعبر شوي للمشاهد، بس خلي يشوف. اوكي، وهيك بتكون المراحل حل. فاذا هيدا الصحن بالنتيجه هيك طلع. اوكي، فاذا بيبقى انه ننطره لحتى ينشف، نقص الطوارف بالكتر نزول مزل. ونضيف الذهبي على الطرف، بكون صار بسفنجي جاهز. بنرجع بنستعمل تنحميه. نعم. ليتعرض للمي للجلي للسيفي لشو ما كان، اكيد بدنا نحط له حمايه. فيرني. فيرني. صحيح. مرلان عطيه شكرا لك، وانا بدي اتمنى لك سنه كثير حلوه. ايمتى رح نرجع نشوفك؟ او بعد مش عارفه هالاسبوع. ماني عارفه بعد هالاسبوع، خليها هيك مفاجاه للمشاهدين. عظيم. لكن أوكي. على كل حال انا بدي اتمنى لك 2015 سوبر حلوه. وتكون على ذوقك مثل ما انت بتتمنى. شكرا لوجودك دائما معنا. شكرا لك ملانا. لك ولكل المشاهدين اللي بيتابعونا. مشاهدينا صباح لبنان بيكون وصل لختامه اليوم. انا اكيد بدي اشكر كل الاشخاص يلي ترافقوا معنا. ما تنسوا الصبحيه بتتجدد بكره بتمام الساعه 9 حلقه خاصه بمناسبه عيد راس السنه. نحتفل سوا نهار الأربعاء، هيك نعمل راوند أب على 2014 ونتمنى 2015 سوبر حلوة. أنا بدي أشكر متابعتكم، ومثل العادة إذا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم هالمرة بدي أقلكم لا، ما في وقت، لأنه 2014 قربت تخلص. فهلأ أخلطوا وراءكم، لأنه بعد يومين لازم تبلشوا من جديد، لازم تطوى صفحة، ولازم تحطوا هدف جديد بحياتكم لتكونوا دائماً متجددين. بشكر متابعتكم. صباح لبنان بكرة بتمام الساعة 9. إلى اللقاء. صباح.